يا مساء الخير والفل والياسمين والسعادة على كل الناس اللي بتشوفنا النهاردة. يوم جديد وقعدة جديدة من قعدتنا في هو وهن. عندنا بقى موضوع النهاردة حلو جدا جدا جدا، لكن خلوني في البداية أرحب بزملائي الأعزاء. هو أستاذ عمور، يا أهلا وسهلا. أهلا أهلا، عاملة إيه؟ وهن أستاذة مروة، أهلا وسهلا. عاملين إيه؟ الحمد لله. كله الحمد تمام؟ لله. إزيكم أحلى ناس في العالم؟ أنا عمرو حلمي. النهاردة حلقة زي ما نرمين قالت خطيرة، هنتكلم فيها عن ناس بنحبهم جدا وبنعتبرهم زي أمهاتنا، هم الحموات الفاتنات. صح يا مروة؟ صح يا عمرو. طبعا أنا بسلم على كل الناس اللي بتشوفنا النهاردة. يوم جديد وحلقة جديدة وحلقة مشوقة جدا. هنتكلم النهاردة عن حديث في كل بيت مصري لازم نتكلم عن الحموات. صح؟ صح مظبوط جدا. كل بيت فيهم يا جماعة الحموات المصرية. والله ما دول جمال يجننوا. احنا طبعا كل ما بنجيب سيرة الحموات بنفتكر ماري منيب طبعا، فالأفلام بتاعتها زمان هي حمت اسمها حمات الدراما المصريه. حمات الدراما المصريه. بس خليني اقول لكم حاجه بجد، يعني انا يعني انا يمكن عشان عندي ولد فانا دايما اقول انا هبقى حما. لا مش سهله يعني ما اعرفش، يمكن هي بدات اهي من اول. انا بقول انا هبقى حما وحشه جدا او هبقى حما صعبه. طب خلاص بلاش بقى الهوا. لا لسه بدري. انا عايزه اطفشه بصراحه. لا يمكن عشان انا ما عنديش غير هو ولد وحيد، انا بالنسبه لي هو فاللي هو لا محدش يزعله محدش يجي ناحيته. أيوة. لكن مثلا انا على العكس، انا حماتي ربنا يخليها لي بجد ست جميله جدا 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 جدا. ففي حموات كده اللي هو الست الشريره اللي هو انا مدفوع الاجر طبعا. لو شكلها قبضه. انت حماتك عامله ازاي؟ انت قبضه انت كمان؟ لا والله جميله جدا وطيبه جدا وست كده فاضله. بس انا عايز اقول لك على حاجه. انت بتقول ان في السينما المصريه كان الحما المشهوره يعني اللي شعللت كل البيوت المصريه، كانت بتدي طاقه سلبيه لكل الستات اللي كانوا بيتفرجوا. طبعا ماري منيب. بس في على العكس لو حماتي اللي بيعكس الواقع طبعا هتجري. اللي بيعكس الواقع ان في برضو عندنا حموات في السينما المصريه كانت جميلات جدا، زي مثلا الفنانه كريمه مختار طبعاً. وده في الواقع دلوقتي بيعكس. مثلا احنا بنشوف ان البنت يعني جوز البنت دايما مع الحما بيبقى زي ابنها واقرب من ابنها. يعني بيبقى في دايما اتصالات بالتليفون، ايه هتتغدى ايه النهارده، بيبقى فعلا زي الابن. بس طبعا يعني لكل قاعده شواذين. احنا دايما بنتكلم ان في كده وفي لا كدا. بس ممكن اقول حاجه. فاكرين فيلم الحفيد كريمه مختار؟ طبعا افرح منور عليه. كان هي عندها البنات عندها الولاد. لما مع جوز بنتها اللي هو مع جوز ميرفت امين او حنينه جدا، مع الولد بقى لما كانت تيجي له زميلته او صديقته في البيت كانت بتبقى نار. ده انا بيمثلني بقى الجزء ده. دي اسمها بتقرشن عليها. بتقرشن. لغه جديده استاذ عموري. قال لغه جديده. كوبي رايت تقرشن. هسه كلمه انجليزي بس انا وعمر قبل الهوا. لا بس بجد يعني خلينا نقول ان برضو بشوف، يمكن عشان احنا على جروبس على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا في جروبس كتيره للبنات. انا بصراحه بتضايق جدا. هموت وادخل جوه. هموت وادخل جوه. هبقى اوريك. والله العظيم هيجي لك اكتئاب من الجروب. قولي له ان من الجروبس دي عامله ازاي. انا عايز اقول حاجه. الكوكب ده بيقول ايه جوه؟ لا بص، هو يا ميزه وعيب. يعني مثلا على الجروب ده اي حاجه بتحتاجها بنكتبها بنلاقيها. دكتور، مساعده في حاجه. طبعا دي حقيقة. لكن خليني اقول على حاجه انا دي بتضايق منها. يعني انا من كام يوم قريت على جروب من الجروبس بتاعت الفيسبوك، واحده بتقول انا حماتي تعبانه وجوزي عايز يجيبها تقعد عندي في البيت بس انا متضايقه. ليه تتضايقي؟ ليه؟ اعتبريها مامتك. يعني دي لو مامتك. اعكسي بقى الوضع. لو انت مامتك اللي تعبانه ومعهاش حد تقعد في البيت مش هتقولي له هجيبها عندي؟ فيا جماعه اعتبروها، يعني ما تاخدوهاش من ناحيه ايه. انت طبعا لسه ما جربتش فكره الحمد. يعني جربت يعني في علاقات عاديه مش جواز مش رسمي. يعني بس كانوا عاملين ايه؟ كانت لا لذيذه لذيذه. بس عشان اجانب. ايه اجانب ولا مصريين؟ اجانب. الاجانب ما عندهمش حموات اعتقد كده. ما فيش يعني حاجه اسمها حما في الاجانب. يعني ما فيش قوي. لا بس لا المصريه كانت تمام في الاول، ما كانتش تمام بس بعد كده بقت تمام. في نقطه برضو مهمه جدا في ناس كتير قوي يعني ما بتحطش دايما ايدها عليها، ان ساعات اللي بيبوظ الدنيا وبينشا كلمه حما هو الابن او البنت. يعني ممكن هو ايه، انا وجوزي مثلا قاعدين بقول له مثلا كلمه ما عن حركه مامته عملتها، عن مثلا حد من العيله، هو مثلا يروح ينقل. والعكس ساعات مثلا هو يقولها دي مامته
عملت حاجه دي مامتك عملت حاجه تروح لا تروح هي تقولها لمامتها تلاقي مامتها شالت منه اكتر فدي برضو يعني حته بتعمل الفتنه وبتزود المشاكل بين الطرفين فدي يعني دي مشكله كبيره سنس الذكاء الاجتماعي بقى طبعا دي حاجه مهمه جدا ما بيحصلش مشاكل كان تعليقا على الموضوع اللي نرمين كانت بتتكلم عنه بتقولي ان هي تعاملها زي مامتها في اصلا ناس بيقولوا لحماتهم يا ماما هل انتوا مع او ضد ده انا شايف ان انت على حسب علاقتك بيها لو انت بتحبيها قوي لدرجه ان هي تبقى زي مامتك او لو بعد الشر اي شخص مامته مثلا متوفيه تنفع تقول كده لحماته ولا لا انت لا انا هي مامي واحده بس بس كده بس انا هو زي ما عمرو قال يا نرمين هو بالاحساس يعني انت اصل ممكن في راجل يقول لك قولي لمامتي يا ماما لا ما مش يعني هي ممكن تكون ارضاء لا 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 بصي انا بالنسبه لي لا لا انا بالنسبه لي انا ام واحده وهم اب واحد بس لكن انا لكن هي مثلا انا بتعامل ما هي امي هي بجد امي الثانيه يعني عايز اقول لك حاجه هي يمكن يعني عشان احنا ساكنين جنب بعض فانا بشوفها اكتر ما بشوف امي فبالنسبه لي علاقتي بيها طيبه جدا وكويسه جدا لكن هي مامي واحده هو بابي واحد هم احنا هنا عندنا فرق يعني انا عايز اسال الناس على السوشيال ميديا كمان عشان يجاوبونا على صفحاتنا انتوا بتقولوا لحماتكم يا ماما ولا لا وشايفين ده حاجه صح ولا غلط ردوا علينا على صفحات المحور كلها طب وانت يا مروه ايه انا لا انا بحس ان طبعا الحب موجود والالفه موجوده والموده موجوده ولكن انا بحس كلمه ماما للحما دي نفاق يعني انت ممكن علاقتك تبقى كويسه جدا جدا بيها وانا شعاري في الحياه دايما يعني البسمه بالبسمه والبادي اجمل والبقاء للاحن وليس للاقوى بس الفكره ان يبقى في كلمه حلوه يبقى في حركه لطيفه لكن كلمه يا مودي لا انا بحس انها نفاق انت بتحس ان هي لازم تحطي حدود ان هي مامتي هي لا مامتي مش حدود بس دي بتبقى نفاق يعني يعني لا هو مش دي عشره العشره لا مش شرط نفاق ممكن حد يعني ممكن واحده مثلا مامتها متوفيه دي دي حاجه دي حالات استثنائيه اوكي دي حالات استثنائية يعني في ده وفي ده لكن انا ما اعرفش يعني انا هي ام واحده الصراحه بس خلاص يعني انا شايفه ان احنا ناخد الموضوع ببساطه انت حابه حماتك قولي لها ماما قولي لها جد قولي لها عم قولي لها اللي انت تقوليه دلعيها باسمها وريحي بالك خالص دلعيها باسمها وخلاص تكوني مبسوطه وهي مبسوطه وعايزه اقول لكم على حاجه طبعا احنا هنناقشها برده يا جماعه معاكم ان شاء الله النهارده من خلال حلقتنا ان احنا دايما بتلاقي مشكله غير طبيعيه مثلا في اول يوم رمضان هنروح لمامتك لا هنروح لمامتي في العيد او في عيد الام مثلا هتروح لمامتك لا انا هروح لمامتي دي مشكلة أزلية وكونية ومش هتتحل لا هي فعلا زي ما نرمين قالت في الفطار بتاع رمضان يعني ممكن مثلا في عيد الأم بنجزأ الزيارات يعني ممكن مثلا من 4 ل 6 زيارة ومن 6 ل 8 زيارة تانية هي بتبقى خلاص أسلم جاتيكي غير كده لكن فطار فعلا أول يوم رمضان خصوصا بقى لو في أم متوفية دي بتبقى صعبة قوي فيعني دي بتبقى برضو صعبة بس الموضوع الفطار بقى رايح هنا ولا رايح هنا هنتكلم بقى في تفاصيل كتيرة جدا ولكن هنروح نشوف تقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية ورجعنا لكم تاني فهو وهن وجاي دلوقتي احسم الجدل هل حماتي هي حياتي ولا حماتي قنبله ذريه فاحنا عشان نحسم الجدل ده النهارده هنستضيف الجميله كنزي مدبولي وخطيبها الجميل فراس والحما الفرفوشه اللذيذه جدا ايمان ازيك ايه الاخبار منوره الدنيا منوره يا كنزي منوره فراس منوره عاملين ايه زي الفل الحمد لله انا قبل ما ادخل معاكم بقى في القصه بتاعه هل طنط ايمان اقول طنط ولا بلاش طنط دي طنط عادي طنط ايمان حما اللزوزه هي باين عليها اللزوزه من الفيديوهات وده اللي هنشوفه دلوقتي هنشوف فيديوهات كنزي ومامتها وخطيبها وهنرجع لكم تاني نكمل حلقتنا اطلع بسرعه في ايه كنزي جايبه داخل الشارع ليه عشان ما تجيش عند الشارع عندنا ليه بس في ايه أنا ماما كانت عايزاني اخرج معاها خروجه نفخ كده فقلت لها ان انا عندي شغل ونزلت معاكي ما هي في الاخر هتخرب بيت انا يا فراس بقى عيني انا خطيبتك يا فراس عيني مش هتعرف هتعرف منين هتعرف منين ايه ده ايه مامتك بتتصل يا فراس ايه يا خير ايه يا حبيبتي الحمد لله عامل ايه يا حبيبي ما بنت شيء في الكينج ولا انا في الكينج طب اديني البنت اللي جنبك ام اشارب يا نهار اسود مين قال ان هي جنبي مش جنبي اديني البنت اللي جنبك ام اشارب بسرعه الو هو انت يا بنت فاكره ما تبقاش الاشاره بتاع خالتي ده والنضاره ان انا مش هجيبك انا موقفاه لك ياسين على الشارع على اليمين وميدو ولا موجو اخوه على الشمال وعم محمود على الشارع اللي فيه انت محوطانه بتعب ايه المشوار اللي قلت لك عليه هنروحه يعني هنروح فراس مين مسخره
كنت عايز دلوقتي بقى اقول لك انت يعني بوظتي سمعه الحموات، انت دايما في صف فراس على كنزي، ازاي ده؟ ازاي ده حصل؟ انا مؤدبه انا كده اتعودت لما اقول لهم عندنا ضيوف، عندنا حد، عندنا اي حد، انا باجي في صفه. اوكي. فبضايقها على طول. مش هي مش انا وابن عمي على الغريب والحاجات دي؟ لا طول ما هم في بيتي او عمك على طول. وبعدين ببقى في قلبي معايا الناس ما احرجش اللي قدامي. طب ولو كنز كانت ولد وفراس كان بنت، كنت برضه هتعملي نفس الموقف ولا كنت هتحامي بقى ايه لابنك؟ لا ما انا عندي نفس موقف مع احمد برضه. ما انا كنت لسه هسالك عن الموضوع ده. طبعا يعني برضه يعني انت متساويه في الاثنين؟ لا يعني عندي حقانيه جدا. ما بحبش، لان دايما الستات بيقفوا مع ابنهم اكتر من بنتهم، بيبقوا بيغيروا كده في غيره خاصه على الولد ابنهم. يعني انت بتغيريش على الاثنين اصلا، انت باقي على قد ايه؟ لا هما كويسين، لو البنت كويسه يعني بتبقى لا ماما بتبقى. والله حتى لو مش كويسه. طب انت طلعتي حماتي حياتي والله، ما طلعتيش حماتي قنبله ذريه. لا هي عايزه تطلعني قنبله ذريه في الفيديوهات عشان تاخد ريتش. ايوه هي قنبله ذريه معايا، هي والله بتبقى حقيقتها كذوبه في اصل وش. ما تقطعوش بقى الكلام بتاعي، سيبوني اقول. لا لا احنا هنا ما فيش مقصر الرقيب، لا دي اهم حاجه. طب كنزي انت بتحسي ايه لما بيتحدوا عليكي؟ والله لازم كل العيله، مش يعني حتى مثلا بابا اللي دايما مدلعني لقيته بيقول له الله يكرمك برضه مع فراس. انت عامل لهم ايه يا فراس؟ انت ولا اي حاجه والله، على طبيعتي بس ولا عمل ولا ولا اي حاجه، دي بنتهم صراحه. دبدوب قوي. ايوه غلبان، هو غلبان. ايوه شكله غلبان فعلا. طب انت بسالك يا كنزي، اول فيديو عملتوه امتى؟ سوا؟ اول فيديو سوا انا كنتش بطلعه علشان كان حالق في الجيش، بقول له هو اللي ما كانش عايز ولا انت ما كانش عاجبك؟ هي اللي ما كانتش عايزه. انا اول ما احنا دقنا شعره خلاص انا بعرفه خلاص، هو طفل. كنت املس خالص. كامل طلعت الفيديو الهندي ده كان مشهور قوي، كان في راس في الخلفيه نايم عندنا في الجنينه. فيديو الهندي بنقلد المسلسلات الهندي في كل الفيديوهات. هو يا حبيبي ايام الجيش كان نايم 24 ساعه هو طالع بطل نايم في الفيديو. لا بعد كده طلعت بقى فيديو انا برقص في العربيه ولا شايفه بس. ده كان امتى اول حاجه؟ لا في بعد ما خلصت جيش على طول، شهر 9. احنا مش عارفين انت خلصت جيش شهر 9 21 9/21 ده ايام الكورونا. يعني احنا خلصنا احنا اخر الكورونا كده لما بدا الكوارنتين يفتح ابتديت اعمل فيديوهات. انا عاجبني ان احنا بنقول اخر الكورونا متفائلين. خلاص لسه خلصت جيش. طب انت احكي لنا انت بقى علاقتك ايه بحماتك، وانت عايزك تحكي لي الاول انت علاقتك ايه بطنط ايمان؟ لا انا طنط ايمان يعني زي مامتي بالظبط. انت في حمايتي. لا لا بتكلم جد والله، هي طنط ايمان زي مامتي بالظبط. طيب كلام البرامج قول لي بقى الكلام الحقيقي. الكلام الحقيقي هو برده مش غير والله، لان هي مش مخبي عليها حاجه برده فاهمني، وهي طنط ايمان اصلا يعني مريحه في التعامل معاها. شكلها جميله جدا، فاقدر اتكلم معاها براحتي في كل حاجه عادي، ما بتكسفش، هي زيها زي مامتي بالظبط يعني. هي كده في اسعد ايام حياتها، تشكروا فيها في التلفزيون طبعا. انت عارفه بتعمل ايه يا عمرو؟ بتبعت لي بوست على الام تقول لي حطي ده. لا بعمل لنفسي بوست عليه اغنيه للام وعلى صوري. بتقول لي بقى احطه لنفسي. الله انت حطي الفيديو ده دلوقتي. بص بقى اعمل ليه منشن. طب في مقابل طيب ولا هو كده بس فرض سيطره من غير مقابل؟ مبتسمه في وشي يعني. ده اصلا يعني انا دلوقتي كمان ببتزع عشان الفولورز، بقيت بحب الفولورز والله. طب احكي لك على حاجه، اللي جرب الشهره ما يقدرش يطلع. والله احكي لك على حاجه، دخلت عليا الاوضه وماما ما بتحبش تقعد مع بني ادمين. قالت لي انا عايزه اقعد معاكي ومش عارفه ايه، ووحشني بني ادمين. صعبت عليا قوي، قلت بجد الست دي ما لها حصل لها ايه. اول ما فتحت الكاميرا اعملوا لي فولو ومشت. والله العظيم كنت هعيط بجد. بس انا كل ما امشي في الشارع بنحبك اعملوا لي فولو. لا بشوفك عند كنزي. الله انت ما تعملي لي فولو بالظبط. بوظني الفكره كامل يا عم. طب انا عايز اسالك على حاجه، يعني اللي كنت برضو بتكلم عنه ده في الاول، انت علاقتك ايه بخطيبه ابنك؟ حبيبي قلب قلب ايه ده؟ والله انا مبسوط جدا ان في حموات كده، لان دايما الام مع الابن بتبقى زي كنت بقول في اول الحلقه بتقرشن. لا على مرات ال لا انا الناس بتقرشن عليا انا اصلا والله العظيم. ثلاثه خمس دقايق وتحكي لك كل حاجه. بيحكي لك يا اخويا. احكي لي، احنا جايين هنا نحكي. مقاسي لكن رورو دي حبيبه قلبي، انا مربيها رورو دي
روحي انا هتوريك صور دلوقتي. بحبها. طب ليه مش بتعمل معاكم فيديوهات نفس الفكره؟ لا ده هي اصلا اخويا بتحب الستوريز بتاعتها الدفاع عن القضيه مش عارفه ايه وسكواش هو ده يعني تحس انها بو يعني بتحب اللعب والرياضه وكده. كانت بتحبها في الاول بعد كده ابتدت تلبخ. اسمها ايه تاني؟ رواه. غلوش يا رواه. يعني هي فعلا بتحب يعني هي زي احمد ما تلاقيش له صوره. ايوه بيحبوا السوشيال. هو بيحبوا اللايف الحقيقي. احنا ما عندناش لايف حقيقي. يعني اخويا بقى يخش يلاقي انا وماما قاعدين بنصور لايف حقيقيه يعني ما عندناش. يعني كنزي انا فرحانه ليها ان هي كانت لازقه فيها على طول وقعدت في اوضتها فدلوقتي بقى عندها هو احمد حياه كامله على السوشيال ميديا. يعني هو عنده اصحاب بره وبيروحوا لي وما عندوش. احنا العكس بقى. فهي لو انت عامل شبهه دلوقتي ماما تلبخ في الكل. انا عندي حياه على فكره عادي جدا. بس هي دلوقتي بقت حياه ثانيه جذبتنا كلنا. احنا اتجننا في البيت بقينا مجذوبين. بس اتسليتوا صح؟ اتغيرت حياتنا تماما. العيله كلها بقى اتغيرت حياتنا تماما خالص. طب اتغيرت في ايه بقى؟ ده سؤال انترستنج ده انا اعرفه من ام لان انا وهي بلوجرز. انت كمان صح؟ مش كده ولا بس؟ لا كان مع كنزي من الاول خالص صح؟ انا كنت مع كنزي في الاول ما طبعا. ايه ده في بس انا عايز اعرف. عندي فولورز اكتر منك على فكره. ده لسه الشهر ده بس على فكره عدى فيني والله. اول الشهر ده كنت معدي كنت انا 200 وانت 150. انا بقى 280 وانا 225. تلبخ فينا كمان. اعملوا لي فولو. اعملوا لي هخش عندها اقول لهم اعملوا لي فولو. اعمل ايه عشان الزول اللي شايفني؟ والله انت عسل. فانا اتغيرت في ايه؟ اولا طبعا في الشارع واتشهرت والكلام ده. بس بعد كده انا بعمل انا الكونتنت بتاعي سري ما عنديش. ما بعملش ريلز. بطلع مع كنزي بس. لكن الشغل بقى بتاعي كله برايفت مسجز بقى. فبقيت زي عبد الرحمن مطوع الله يرحمه. بقيت الجمعه والله العظيم انا طول ما عادي بقى مشاكل 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 ما اتكلم بحسبها كام خالتي ولا حاجه. بس ده مش بيضغطك الموضوع ده؟ انا بحب كده. تسمعي مشاكل؟ ما هو انا زي ما اكون ربنا انا طول عمري كده خلقني لكده بسمع مشاكل كل الناس. فسبحان الله خلى الموضوع ده بقى كله بقى في العراق وسوريا والسودان واللبنان والمغرب تونس كل الناس مشاكل بقى. الوطن العربي بتاعه الوطن العربي كله. لا ما هي دلوقتي بتلم فولورز من الوطن العربي. الوطن العربي انا لو اوريك المسج بتاعت وبعدين كلها حاجات سريه هم بيستامنوني على اسرارهم. طب احنا بنضحيهم عندنا. احنا محتاجين حلقه مع طنط ايمان تحكي لنا بقى عريض الجمعه ده. عمرو بقى بس انا عايز اسالكم انتوا الثلاثه كل واحد فيهم يرد عليا. هنبدا بكنزي. ايه مساوئ السوشيال ميديا بالنسبه لك او اللي حصل لك؟ يعني طبعا هي لسه ماما بتقول ان انت استفدتي من السوشيال ميديا وبقى في حياه مختلفه واكسبوجر مختلف وناس بتعرفك في الشارع بتحبك بتقول ان هي بتحبك. طبعا ده بيطفي البهجه على قلوبنا كلنا الناس اللي لهم علاقه بالسوشيال ميديا او التلفزيون. فايه مساوئ السوشيال ميديا بالنسبه لك؟ عايز اسالكم انتوا كمان الاثنين السؤال. بص هو السوشيال ميديا مثلا بالنسبه لي 99% ايجابيات و1% بس مساوئ. ايه بقى السلبيات؟ الكومنتات الوحشه طبعا. الكومنتات بتاثري لسه بيها؟ لسه معايا امبارح والله بجد. لا انا ده انا بقيت جبل خالص. لا ده مفيش كلام ده بقى. علمني طيب عشان انا بقى لك كام سنه بتعملي بلوجينج؟ سنه ونص. سنه عشان كده انا بقى لي 11 سنه فانا تبلدت. طب وانت بالنسبه لك ايه مساوئ السوشيال ميديا؟ المشاكل اللي بتحصل معايا بالنسبه لي انا تمام. انا عندي برود ما يفرقش معايا. ممكن احط حاجه مثلا 99% كومنتات حلوه. ايوه 1% كومنت وحش ما يفرقش معايا ما ببصش عليه اصلا. بالظبط. هي بقى ايه كومنتاتها الوحشه بتيجي تطلعهم عليا. بالظبط. ايوه بيكلمني ايه سهل في راسي اللي هو كده ايه الاخبار عامله ايه اللي هي بتعيط. طب السلام عليكم باي 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 باي. انا بقى لحد ما تقول ما انا اللي هيتنكد عليا بيطلع عليا انا في الاخر خلاص. انا فنزاتي بيهشتكوني بنات خالتي مش محتاجه كده. فعلا اوفر مدلعينها اوفر. ما يعني تستاهل برضه يعني هي لذيذه. انت قولي لي بقى ايه مساوئ السوشيال ميديا بالنسبه لك؟ كنزي برضه. كنزي اصلا هي مساوئ السوشيال ميديا. يعني انا مثلا هي كانت امبارح عندها بقى عياط رحت بص عليها بتاعتها حتى واخده شنطتي ونازله. طيب انا سلام عليكم. ما تحيلوش عليا. لقيت بقى رسالة تقيميني كنزي. كنزي ما رحت قفلت التليفون وكملت التصاوغ بتاعي ورجعت لها سليمه. انت كده بتحني على فراس مش بتحني على لما بتتنكد. بتنكد علينا كلنا. بتنكد علينا. كل واحد فينا بيتنكد في حاله. بعيط انا اعمل لهم ايه طيب؟ هي حساسه قوي ودخلت مجال مش عايز حساسيه. ايوه بس هو كده. وبعدين بس مع الوقت هتتبلد. يعني في ناس والله اتطور. بقعد اقول لها يعني انت مثلا شايفه الناس اللي احنا بنحبهم محمد هنيدي مثلا او اي حد من الفنانين بتشوفي عاملين ازاي؟ بس محمد صلاح اللي ما حدش بيختلف عليه. طبعا. انت بقى عايزه ايه؟
يبقى ال1000 كومنت كلهم بيحبوا فيكي مفيش وقت وفعلا في 1000 كومنت حلوين وواحد وحش امشي انا تمسك بقى في الواحد الوحيد هو الواحد ده بقى تبروزه تحطه في الاوضه عندها الواحد ده ايوه عادي جدا انا عشان احمد فهمي كده وهنا زاد بقول لك ايه يا حبيبتي انت عايزه ايه انا ساعات بعمل الحركه دي ايوه لا ما دافع انا عن بنتي ودافع عن نفسي بالظبط برافو عليكي والله بس انا عايز اوجه برده رساله من تلفزيون المحور انه يا جماعه نخف تنمر على الناس واحنا لو شفنا يعني انا متاكد ان لو شافوا كنزي على الحقيقه مش هيقدر يقول لك الكلام ده في وشها فارجوكوا بلاش تتنمروا على الناس هم الناس بتقدم محتوى بسيط كوميدي لذيذ عن يومياتهم فاللي مش عاجبه ممكن يعمل انفولو او ممكن يمشي وده بينطبق عند الفنانين وعند كل الناس المشهورين على السوشيال ميديا خلينا اهدى شويه ونحب بعض حب حته يسرى كده بقى حب خلي الناس طب ايه الكومنتات اللي بتجيلكم على طول على علاقتكم مثلا انتي وفراس يعني ايه دايما بيقولوا مثلا احنا عايزين انتو جولز مثلا عايزين نوصل للعلاقه دي بين الحما والخطيب بنتها بيجي لي كومنتات كده يا كنزي الناس بيعلقوا على علاقتهم بتشبشبوا في الفيديو هو معظم فيديوهاتي مع طنط طنط بتشبشب عايز اتكلم عن الحما فهم بيقولوا الحما هو بيكلموا بيقولوا يا عسل يا طنط ايمان عسل اصلا بالظبط انا خدت بالي ان هي مغطيه عليكم سنه مش يعني انا الكاميرا نفسي تيجي عليا 5 ثواني بس كل ما اتكلم الاقيها جايبينها كمان على السوشيال ميديا على السوشيال ميديا صح واكله الجو شويه انا واكله الجو عندها هي بتاخد الفيديو تحطه عندها انا البطله اصلا انا ما باخدش حاجه لا ريتش ولا فولورز ولا حاجه انا فهمت غلط الحلقه انت في الشارع الناس بتقول لك بنحبك وبنشوفك لدرجه ان انا كنت بخاف يعني انا ما كنتش عايزه اعمله بابليك خالص كنت رافضه واول فيديو هي عملته لي كان مشهور قوي انا كنت بسيبها تصور اللي هو باخدها على قد عقلها وكنت باكل المسقعه كنت مصوره حب صورت بعدين حطيته ايه ده قلت الله ما ظريف في الفيديو قلت له حطيه مش مشكله كان بقى قلت لو جالي هعمله بابليك لو جالي واحد بس كومنت ما عجبنيش او رساله هقفل لا لقيت حب فظيع فظيع وحتى ولا حد مره من 10,000 رساله يوميا تقريبا ما بتجيليش ولا رساله وحشه تحفه خالص طب كنزي انا عايز اعرف انت بالكومنتات اللي بتجيلك ايه على عليهم هما الاثنين عليهم كأشخاص منفردة بيحبون حب مش طبيعي لا مش قصدي أشخاص منفردة على علاقتهم يعني ما حدش بيعلق بيتطرقوا لعلاقتهم هم ما بيهتموش بيها يعني هم مش مدينها أصلا مش حما خالص الاهتمام بعلاقة أنا وكنزي أكتر أنا حاسس إن كنزي هي الحما دلوقتي أنا مؤدبة والله أنا أنثى مؤدبة يعني أنا في ساعات بيبقى في خلاف ببقى شايفة إن كنزي مش غلطانة بس باجي في صف فراس أصلا ده الديفولت بتاعك أنا مع فراس أول ده بس مثلا ممكن مره كده اروح اقول له على فكره هي كويسه بقول لك ايه بقى بقول لك ايه بقى بعد بيكلمها بس دقيقتين والله العظيم صدقي ده غلبان انا حاسس بسنه غيره كده يا كنزي فانت توجهي ايه كلمه للفتيات هل هم يصاحبوا مامتهم على خطيبها ولا ما يعملوش كده بص هي ماما اصلا يعني مش فارق معاها خطيبها ولا هي في كل واحده مش مثلا خدته الواحده هي بتقعد في العربيه بتكلمها ما تردش علينا يعني لا هي مش مصاحبه حد فينا اصلا طب انت بتنصح الشباب دايما يصاحبوا حماتهم ولا ده اساسي ده ولا يبقوا نيوترال لا هو مش اي حمه بس هو عامه يعني لازم يصاحبوا الحماه عشان لو ما صاحبوش الحماه الجواز هتبوظ بالظبط صح مش كده فالحمه دي فوق الراس طبعا طبعا دي حقيقه طب وانت بقى يا طنط عايزك تنصحي البنات ازاي تتصرف مع خطابهم او جوازاتهم المقبلين على الجواز تنصحيهم بايه اول حاجه حسن الاختيار تختار الشخص الطيب المؤدب المحترم لوحدها ولا انت تختاري لا لو هي جابتهولي وانا لقيته فيه الحاجات دي يعني لو الامهات زيي انا ما ببصش اي حاجه تانية غير الحاجات دي انه ابن ناس تعليمه كويس محترم طيب ما ببصش بقى اقول له شقتك فين ولا انت هتتجوز بنتي امتى حتى ناس بيسالوني هيتجوزوا امتى انتوا مالكم انتوا مالكم بالظبط ما عنديش الحته دي بقى قدامك سنه قدامك لا لا ما عنديش خالص انا ده واحد عايش مع بنتي العمر كله بالظبط لا عمره كله انا ممكن يجيب لي قصر ويطلع وحش صح فانا بنصح البنات ان هم فعلا فعلا يدوروا على البني ادم المريح السلس عشان هو باباها كده زي فراس ايوه يعني هو ممكن يتحمل عصبيتك في وقت يتحمل كل حاجه وتبتدي معاه بقى خطوه بخطوه هيشيلها لك على فكره يعني طبعاً. البدايه دي بتتشال طبعا جدا لكن بشوف بنات ماديين بطريقه فظيعه دي حقيقه جدا طب كنزي انت احكي لنا بقى عن علاقتك بحماتك
لا والله عظيم زي الفل، هي زي فلوس كده. عايزين نسمع تفاصيل عنها، احنا سمعنا تفاصيل كتير جدا. هم عيله مؤدبه زياده عن اللزوم. انت ما كنتيش عايزاهم كده؟ والله العظيم لا، هم مؤدبين زياده عن اللزوم، وانا يعني برضو احنا عايزين شويه كده سبايسز. انا طيبه بس شلق يعني، الحنيه بتاعتي بالزيت. هم مؤدبين كده وهديهم طماط، وانا ما بسمعش نص الكلام. ايه ايه انا قاعده كده صح؟ والله العظيم ما بسمعش صوت بابا. لا بجد بجد فعلا، هو مامته زيه كده، هم مؤدبين كده وباباه كله. وفنانين بيحبوا يرسموا، بيحبوا الباليه، هم موسيقى، الغنى. طب بتعاملك ازاي مثلا؟ بتقابلك ازاي؟ ازاي قولي لي تفاصيل كده. منتهى الاحترام، تقعد بقى اللي هو تاخدني تحضني كيوت. شوفي انا بديك الكاميرا وانت مش بتتكلمي، يعني كل شويه عماله اجي. طب ايه ما انت عايزني اقول كده؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله، هي علاقه مثاليه. انا عايز اطلع حلقه سبايسي كده، قولي لي حاجه كده في الاسرار تمشي كده واحنا بنضرب في بعض. لا والله. طب خش على حاجه ثانيه. لا بجد يا مامتي بتموت فيها. طب بص انا هسخن الحلقه دلوقتي. اخر هديه جابتها لك مامته، شفتي بقى احرج. ما احنا مش بنبص للحاجات دي. جابت لي سلسله في عيد ميلادي، سلسله ذهب. طيب لا خلاص بقى، بتحاول بتحاول. انا بحاول اوقعك. جابتها كاسات خدتهم انا. كاسات والله العظيم لسه حاطاهم. حطيتهم في قلت لها يا ست انت بدل ما تجهزيني بتجهز نفسها. والله العظيم. طب انت احكي لي برضو يا كنزي راي مامته في فيديوهاتكم انتوا. لا بحبها بجد، هي مامته فنانه برضو. هم كل مش عايزه تطلع معاكم في الفيديوهات. طلعت معايا مره، طلعت مره بس انا وهي كانت مكسب. واحده هو في الاول. بص هقول لك على حاجه، انا عندي طريقه كده ان انا بجيب اي حد يعرف يعمل معايا فيديوهات. طب حلو ده. يعني بابايا جام السفر قال لي بصي انسي الهبل ده، مش عارف وجايز عقلنا شايفه دلوقتي وجلاقي كل واحد فوق بيطلع بالفانيلا وبيعمل ستوريز. الراجل يعني بص انا بقيت عملت معاه فيديو بالفانيلا وقلت الراجل ده حصل له ايه بجد. كان والله العظيم في الاول لما بقول له بابا عايز اصور بس 5 ثواني معاك، يروح يلبس لي بركه، يلبس لي بدله. بقول له في ايه بابا؟ مش الدرجات لا، في قاعد بالفانيلا. الاستاذ بيومي فؤاد خالص نفس الشيء. يعني الحاجات الطبيعيه دي هي اللي بتجيب فيوز خطيره. يعني بتقعد تلبس بقى وتتشيك دلوقتي برضه قميص اللون ده مش فارق. بلوزه مثلا رهيبه، انا باخدهم واحده واحده على بنطلون بيجام. ايوه او اهم حاجه تطلع دلوقتي عادي بالبيجامه بقى بالظبط. انا باخدهم واحده واحده، فانا عارفه ان مامته برضه ان شاء الله هياخدها. بس على فكره لو عملتي فيديوهات مامته مع مامتك هتبقى ضرب نار. عملت واحد وفي واحد تاني بس واحد مش حقيقي. واحد احنا عشان نطلع البيرسونا بنعمل. لا بس ده كان حقيقي، اللي هو حصل موقف واحنا عندنا بالظبط، اللي هو ماما بتقول له شيل ايدك من عليها وهي يا حبيبتي يوم يتبسط. هما كانوا بيتصوروا فهو بيحط شيل ايدك يا حبيبي. انا شفت الفيديو ده. اتلبست بس مين يا حبيبتي؟ بعد الجواز. سوري بقى. ايوه هو دي الحاجات السبايس اللي انا عايزها. لا كنت عايز اسالك على حاجه يا كنزي برضو، ايه اكتر فيديو طلع ترند عندكم؟ كتير كتير. من وجهه نظرك اني واحد في الفيوز قولي لي انت، وانت قولي لي اني فيديو اكتر فيديو حبيتوه. بص في بتاع بابا اللي هو صدقيني لو بيجي ده الرقصه بتاعت احمد صح. الناس بقى يشوفوه، الشباب في الشارع بقى يشوفوه يقولوا صدقيني. اكتب اللي هو يعني والهندي، الهندي ده كل الناس بتسالني عليه، واكتب اسمي كده في جوجل هتلاقي كنزي بتقولي والهندي. طب وانت يا فراس اكتر فيديو انت بتحبه عملتوه؟ في فيديو عملناه في العربيه بتاع لا اللي هو بتاع اغنيه حبيب. اه ده حلو عينك ومسلي قوي. عملنا رقصه. طب طب طنط ايمان ايه اكتر فيديو بتحبيه؟ لنفسي يعني معاها ولا هي بذاتها هي؟ لا فيديوهات عموما بتاعتكم كنتوا. اه دي حقيقه جدا، ما بقولهاش في وشها خالص، ما قلت لها دي حقيقه. طب ليه يا حبيبتي توكسي؟ يعني هي بتعمل الحاجه كلها، يعني هي مش بتطلع ممثله وحد عمل لها الحاجه، لا هي بتكتب وبتجيب الفكره وبتعمل حوار وبتمثل وبتمنتج، هي بتعمل كل حاجه في نص ساعه. فهي موهوبه جدا دي حقيقه. بعدين كانت موهوبه الكتابه، يعني هي زمان كانت بتكتب، هي بتكتب بس تعمل غلطات املائيه. حاجه هي بصي لازم تدلعي غلطه جواب وهي في اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي عميق جدا، ما فيهوش ولا كلمه صح. بس هو بتقولي البت انتي الحياه والشمس وبدونك من اجلك. اه انت شايفه ان ده عميق بالنسبه لطفله في اولى ابتدائي؟ هي عملت بوست عن ثانويه عامه اتسرق منها طبعا، جاب الافات وتشير في كل الجروبات باسامي الناس. يعني كانت بالاول بتكتب قبل ما يجي موضوع التيك توك والانستجرام، ما كانش فيه فيديوهات، فكانت بتبقى كتابه. بوستاتها كانت بتعدي
كنزي ايه احلى فيديو ليا. كلهم حبيبتي. اي حاجه انا فيها حلوه. انت بقول لك على حاجه انا بسمعها بره في القعده في الليفنج صوتي بتجيب كل الستوريز بتسيب اللي هي فيهم تعيده 13 مره 13 مره والله العظيم. ده يبقى يوم استوديو ما اعمل فيديو معايا هسمعه بقى 3 ايام. ايوه انا عارف الموضوع ده. انت عارف قبل كده في حلقتي كانت بتتعرض 24 ساعه كده وشها بس زي الحلقه دي كده. لا مش هشوف. اقول لهم عملت ايه قبل ما نصور؟ قد ايه ظبطت الكادرات بتاعتك؟ والله مفيش امل. بس هو ده لا زي القمر في كل الاوضاع بجد. ايوه عامله كده هي بصل نفسها يا جماعه في المونيتور دلوقتي. انتوا مش فاهمين اللقطه. في مونيتور هنا هي بصل نفسها. هم عارفين انا في الستوريز بعمل كده لغايه ما اجيب الفوز بقى. بجد انا انبسطت معاكم جدا النهارده. انتوا عيله لذيذه قوي وانا متابعك طبعا ومتابعكم على السوشيال ميديا بحبكم كلكم. فبجد نورتوني في برنامج هو وهن. وهنعمل حلقات ثانيه اكيد بريد الجمعه. ها نكمل ساعتين كمان. طيب انا انبسطت. انا والله حابب والله بس هم للاسف بيقولوا له يلا يلا. فيعني مش عارف مش هنطبخ معاك. هتنوروني والله. اخر فقره لو قاعدين يلا بينا جايبه معايا التوابل اللي بقى كل الحاجات موجوده. بجد نورتوني جدا. ربنا يخليك يا حبيبي. ميرسي جدا. وهنطلع فاصل. ميرسي يا حبيبتي. هنطلع فاصل نرجع لكم تاني في هو وهن. فقراتنا لسه مكمله ومعاكم لسه ساعه كمان. نطلع فاصل نرجع لكم. هقول لك مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مره تانية. وكنا بنتكلم عن الحموات الفاتنات. فقرتنا دي هتكون بقى مهمه جدا لكل الناس اللي بيقولوا طب يا ترى انا هتعامل مع حماتي ازاي. الناس اللي هم المخطوبين او المقبلين على الزواج. طب يا ترى لما اروح عند حماتي اول مره هتعامل معاها ازاي؟ هبقى بقى بالشوكه والسكينه ومنشيه كده ولا هتكلم معاها ازاي؟ لا ما بقاش فيه الموضوع ده خلاص. لا لا خلاص خلاص لا لا خلاص الموضوع ده خلاص خلص. واعتقد دلوقتي بقى الموضوع فريندلي اكتر. يعني انا بشوف ان مثلا الزوجه او الخطيبه بتقول بتنده حماتها باسمها مثلا لو هي فتحيه او لا توحه. انا حماتي فتحيه ولا هي توحه كده. يعني حاجات بتبقى لطيفه وظريفه. هنعرف بقى اتيكيت التعامل مع الحمه ازاي. زي ما الاتيكيت موجود في حياتنا او ان احنا نتعامل ازاي هنعرف كمان اكيد ليه اتيكيت ان احنا برضو اول مقابله اول الحاجات البسيطه دي مع صديقتي العزيزه اللي انا مبسوطه جدا 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 بوجودها معانا النهارده رغده السعيد خبيره لغه الجسد. انا سعيده. انا مبسوطه بجد بوجودك معانا. زي ما انا ذكرت في الاول في الانترو في ناس بقى بيبقى فاكرين اول مقابله دي بتبقى صعبه جدا. زي ما بيبقى عندهم انترفيو في اي حته. انا هلبس ايه؟ انا هعمل ايه؟ انا هقعد ازاي؟ انا هاكل ازاي؟ طريقه كلامي معاها فرق السن اللي بيني وبين حماتي ازاي هتعامل معاها. دي حاجات مهمه جدا كده عايزاكي تقوليها النهارده لكل الناس اللي بتشوفك. تمام. اولا بس انا هغير مصطلح اتيكيت وهسميه اصول او مهارات. أيوه. لان هي مهارات. موافقاكي. موافقه جدا. كلمه مهارات بقى دي فيها تواصل. فطالما لو انت فتحتي باب التواصل صح مع حماتك او مع اي حد عامه هتعرفي تتعاملي بسلاسه وسهوله بعد كده. فاحنا في حاجات لازم نتجنبها عشان ما يتاخدش عننا انطباع سيء. اللي هي ايه بقى؟ اول حاجه ان في اول انطباع غلط بيتاخد وده بيتظلم فيه البنات مش الحموات. ان البنت بتبقى خجوله فما بتتكلمش كتير فبيتقال عليها كينكة. بس فده اول انطباع الخجل وان هي مش متكلمه قوي بيتاخد ان هي بتتنك علينا. شايفه نفسها بقى علينا. فده اول انطباع. فده يتحل ازاي؟ ان البنت يكون الخطيب او الزوج او الشخص اللي هيعرفها على مامته يكون مدي لمامته فكره هي بس خجوله شويه ما بتتكلمش كتير لازم يساعد. ايوه هي كأم برضو ما هي يعني برضو ما دي اول مره وبعدين تحس ان احنا جايين لما لا نرمي يعني الانطباع الاول يدوم. ايوه لا لا أنا, انا 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 فاهمه. بس انا قصدي ان انا بصراحه قابل حماتي الاول مره دي ضغط عليكي وانت رايحه تقابلي حد اول مره وهيقيمك بالظبط. فدي في حد ذاتها بتخلي الكلام قليل في ركه كبيره قوي في اول مقابله دي. فازاي بقى لازم هو يكون مدي فكره الابتسامه. طبعا الابتسامه الصح لان في ابتسامه لو الشفايف دي ابتسامة الصفرة دي اللي عارفاها عارفاها هي الابتسامات عامه في انواع ابتسامات بقى خلينا حته لغه الجسد. الابتسامه العاديه اللي هي بتبين صف الاسنان عادي ولو قالت حاجه تضحك وبينت العضلتين دول يبقى ده ضحك من القلب. انما الابتسامه اللي الشفايف اللي تحت لازقه في الشفايف اللي فوق شويه دي يعني دي مش طايقاكي. وخلي بالك هي ممكن ما مش قادره تقرا لغه الجسد بس الرساله وصلت ليها بحاجه سلبيه
فمعنى كده ان انا قفلت منها. طب ليه قفلت منها؟ في حاجه قفلاني منها. فهي بتبقى حاجه اشاره حصلت من الجسم للجسم الثاني. فبيحصل كده. اشهر حاجه في لغه الجسد ما بين الحموات دايما لما يكون في ألفة ما بين اتنين قاعدين قدام بعض بتلاقي الجزم البوز بتاعها البوينت تو بوينت كده البوز ده في البوز ده. دايما يقول لك الحما وبنتها بيبقوا قاعدين كده متنافرين وده مع الناس كلها. يعني انت بتلاقي نفسك مرتاحه في الكلام فبتلاقي مثلا هو قاعده مرتاحه معاكوا قاعده الجزمه مش رايحه الاتجاه الثاني. ساعات بقى كتيره تلاقي الحما والبنت قاعدين متنافرين كده. فدي في لغه الجسد تعرفي لو قاعدين منسجمين هتلاقيهم كده. طيب خلينا نقول كده عشان البنات اللي بتتفرج علينا اللي هم بقى ايه حبايبي برضو ايه حالت انا ببقى حاسه بيكوا والله نازلين يقابلوا حماتهم او الراجل. يعني خلينا نقول بنتكلم على البنات ونتكلم على الرجال نازلين يقابلوا حماتهم اول مره بره البيت قاعدين بقى بره كده. انا مش بقول تتقيم يعني تعارف لا مش يعني انا ما احبش حد انا يعني الحمد لله كل واحد بيقيم نفسه كده. انا ما احبش حته اللي هو انت جاي تقيميني ليه انت خلاص ابنك بيحبني وانا بحبه بياخد رايها فيها فهم رايحين في البيت دلوقتي بره البيت خارجين قاعدين في كافيه او في اي مطعم وقاعدين تنصح البنت تعمل ايه مع حماتها والراجل يعمل ايه مع حماته. طيب اول حاجه هقول لكم قصه بسيطه كده وكتبت عنها مقال قبل كده. اول ما انا اتجوزت كانت انا في العماره مع حماتي الله يرحمها. فكان كنت انت عندك قصه رهيبه اصلا احكيها بعدين مش على الهوا. فكنت لسه في الجامعه وانا متجوزه فكنت عند مامتي لقيت حماتي بتتصل على التليفون الارضي رغده انا هحاول اتاخري بس نص ساعه عشان جبت لحد ينظف ونظفنا البيت. كان ما بقاليش اسبوعين ثلاثه متجوزه. انا بقى اتعصبت لا وازاي ويعني ايه يا ماما ماما بتبصلي كده. سالتني سؤال انا سميت السؤال ده المساج العقلي حتى جلساتي بتاعت الكوتشنج بقيت اسميها كده. سالتني سؤال هو لو كنت انا اللي عملت كده كنت هتعملي ايه؟ قلت لها ولا حاجه. قالت لي طب سؤال تاني انت هترجعي تعملي ايه دلوقتي؟ قلت لها هريح وانام. حسيت ان هي ظبطت لي زاويه طبعا انك لازم لو اعتبرتي هذه السيده أمك أو في أو في مقام مامتك خلاص تعاملي إن أنت هتفوتي الحاجات اللي بتفوتيها لمامتك هتتقبلي حاجات هتتقبليها من مامتك. لو حطيتي نفسك في المجال ده بس دي خطوة تانية. إنما الخطوة الأولى لازم تبقي على طبيعتك. ما ينفعش تكذبي في أي حاجة فيتل أو مصيرية. يعني ما ينفعش تبقى حاجة جامدة وتكذبي فيها عشان هما بيبقوا هما مش ماري منيب والناس بتاعت الحموات لا بقوا كاجوال جدا ولطاف جدا. ولاحظت حاجة في الجيل ده بقوا مكبرين دماغهم. في حموات كتير مكبرة دماغها في الجيل اللي هو اللي بعدنا شويه بكتير لا انت بعديه كتير دي بتكلم بكتير قوي ده هي قالت انا باصعب حما في الدنيا بس انت عشان بتحبي ابنك قوي 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 ماشي بس انت متخيله كده ده انت هتدافعي عنه هتدافعي عنها ليه بجد عشان الزواج يستمر لان انت اللي شايفه كمان طالما بتحبه يبقى هتدافع عنها بالزبط. عشان الزواج يستمر ويفضل بيته مفتوح وموجود بالزبط. وما يحصلش اي خلافات بينكم يعني والله هتلاقي أتمنى. نفسك لا لا أتمنى. انت بس عشان انت بتحميه زياده او بتحبيه زياده شايفه ان محضره الاسلحه بتاعتها اللي هو لا ده انا سكينه في ظهري على طول هنقيلك بالعكس انت اول ما تلاقيه قال لك انا لو ما اتجوزتهاش مش عارفه ايه وروح يا ابني اتجوز يا حبيبي اتجوز طيب استاذه رغده في بعض البنات بيبقى عندهم حته الجرأه شويه والعند كمان وحاسه بنفسها ان مثلا الولد بيحبها او الراجل بيحبها فرايحه عند حماتها هي بتلبس مثلا مفتوح شويه وده طبعا لا يتناسب مع العادات والتقاليد بتاعتنا او ثقافتنا او ثقافه الناس اللي ممكن تكون قديمه شويه او في فروق سن بينا. ازاي انت تنصحي البنات اللي بيقولك ايه لا طب خلاص اصل دي طبيعتي انا مش هغير لبسي عشان خاطر حد بس برضو الاتيكيت والذوق والادب ده اصول واجب. ازاي البنت تغير من طريقتها ان لازم تلبس لبس لائق في مثلا الزيارات العائليه؟ مبدئيا احنا ممكن نقول البنت دي انها ببساطه زي ما بتروحي انترفيو بيبقى ليكي دريس كود بتروحي نايت كلاب ليكي دريس كود طبعا هل انت بتلتزمي بالكلام اللي على التيكت سيمي فورمال سمارت كاجوال والكلام ده كله
التزمي ان دي حاجه عائليه. صح. بلاش العيله لكل مقام مقال. بالظبط. وما ينفعش تعملها ان هي بتعمل كده عشان ترضي حد. لا بتعمل كده عشان دي الاصول. طبيعي انت رايحه حفله والدريس كود بتاعها كاجوال، هتروحي فورمال؟ لا طبعا لازم تروحي كاجوال. فدي حاجه عائليه. الاهم انها حاجه كمان ادبيه، يعني بالزبط. حاجه ادبيه انها برضو تروح بحاجات لائقه، ولازم حته تامليه بقى مع النفس كده. انا مش راحه ارضي حد، وفي نفس الوقت انا مش راحه اللي هو ايه اعرض نفسي. ففي نفس الوقت انا لازم ابقى طبيعيه جدا، حاطه في دماغي ان انا مش هعند، رايحة لابسة عادي خالص، الكلام ده الضحكة لازم رايحة تتعلم. يعني نيتها خير زي ما بيقول. حتى ما بين الزوج يعني مثلا لو اتنين متجوزين مثلا، أنا ببقى خارجة مع جوزي مثلا زي ما أنت بتقولي، رايحين نسهر ليه لبس، رايحين على البيتش ليه لبس، رايحة لحماتي أو بالزبط. أهل جوزي ليه لبس، رايحة لأهلي، يعني لكل مقام مقال. فما ينفعش إن أنا برضو أبقى يعني مسستمة هو أنا رايحة كده، فلا هو مش عند، مش عند، هو العند ده لازم يتشال. تاني حاجة الفلكسيبيليتي أو المرونة. لازم يبقى فيه مرونة في القعدة، لازم يبقى فيه اتصال مباشر بالعين. ما ينفعش تبقى بتكلم حماتها وهي قاعدة عاملة كده مثلا، أو بتبص ناحية تانية، أو اللي هو إيه مش مديها اهتمام. لازم يبقى فيه اهتمام وتركيز. ما ينفعش إنك تبقي باصة في السقف وهي بتتكلم خالص. طبعا لازم الاهتمام بالكتاب. دي حاجات انت بتقوليها بسيطه جدا، بس في ناس كتير قوي بتعملها وبيكون نيتها مش وحشه. ما هو ده اللي انا عايزه اقول لك، كل الناس بتقرا لغه الجسد طبعا. كل الناس بتتعامل بلغه الجسد، بس يمكن انا بقى بترجم ليه قفلتي من شخص وليه ما قفلتيش من شخص تاني. فلما بيحصل ان هي بتبقى باصه لحماتها، مديها ميله اهتمام. ميله ليها كده، تدي اكسبريشنز مش اللي هو وبعدين الحاجات دي بتقفل طبعا. الحاجات دي هي اكتشولي او فعليا ما عملتش حاجه غلط، بس هي وصل انطباع حماتها هتقفل منها. اوكي. فهي دي الحته اللي ايه، الاول انطباع لازم تكسريه ازاي. طيب في بقى بعد ما خلاص اتخطبوا والدنيا تمام والحماه وافقت وهو وافق وبابايا وافق، كل الناس وافقت الحمد لله، بتحصل بقى عزومه من اهل الزوجه وبعد كده من اهل الزوج. تمام. خلاص، فانا دلوقتي رايحه عند اهل خطيب البيت، هل الطبيعي ان انا اقوم واحضر معاها السفره وابقى انا بشوف، انا بالنسبه لي ببقى حاسه ان انا يعني انا من اهل البيت، ولا لا قاعده بقى متنكه وحاطه كده رجلي وهم بيجيبوا لي الحاجه، ايه الصح اللي انا المفروض اعمله؟ بصي، ساعات ده بيبقى صح وساعات بيبقى غلط. اوكي. على حسب نمط الحياه بتاع العيله نفسها، بتاع البيت نفسه. هل البيت نفسه الام يعني انا مش عايزه حد يتدخل يدخل مطبخي، ده مملكتي، ما حدش يمد ايده. اوكي. يبقى في هذه الحاله لازم تكون هي قرت الحما دي. فلا، ما انا مش هدخل اخترق خصوصيتها وادخل اساعد وكده. في ناس كمان بتتفرج على المطبخ شويه، في ناس كمان بتبقى اوفر، تدخل وتمسك الحاجه وتفتح يعني تبقى اوفر. لازم نقيم العروسه نفسها، تقيم العيله دي طباعها، العيله نفسها. هل مثلا مرات اخوه الثانيه بتعمل كده، طب هل انا اعمل ومرات اخوه ما بتعملش، فيبقى في بعد كده مشاكل طبعا. فلازم هي تكون عندها تصور ذكي. لقيتهم كله شغال بيعمل، لا مش هبقى متقرنانه بقى وانا المختلفه وانا اللي هعلي نفسي، لا اقوم بقى الكلام ده. لا تقوم حتى لو ايه شو يعني، تروح يعني تعرض مساعده كده بحاجه يعني بسيطه، محتاجه حاجه اعملها بتاع كلام ده، اكت او تفعل او تمثل ان هي مهتمه وبتساعد. لان ممكن اقف ساعه على ترابيزه السفره شكلي بساعد بس مش ولا بعمل اي حاجه. لغه الجسد دي نجاح لغه الجسد في الموضوع، لان الواحد بيبقى كبير رايح جاي بقى وكده، في الموضوع بيبقى صعب شويه. فلازم البنت تبقى عندها الحنكه او اللي هي ذكاء ان هي تقرا العيله. لقت العيله كله مع بعض وكله بيساعد بعض، لازم تدخل وتعمل، لان ساعتها هم هياخدوا منها جنب. ده دي مصلحتها، لان هو ده اللي هيكملوا عليه بعد كده، لان الحاجات دي اساسيات. وبمناسبه العزايم، كنت كاتبه برده مره مقال عن خناقه عيد الام وخناقه اول يوم رمضان. لسه بتتكلم معايا بقول عن المحاضره عند مين، يعني اول يوم عيد الام ده هنروح لمين الاول، واول يوم رمضان هنفطر عند مين، هو مين الصح، نعمل ايه؟ هقول لك، فكروا كده، هسألكوا سؤال. في الأغلبية دايماً أول يوم بيبقى عند الحما اللي هي مامة الزوج، ركزوا كده. وتاني يوم عند مامة الزوج. صح؟ ممكن العكس؟
ممكن عكس لو ليكي اخوات ولاد كتير هتلاقي الاغلبيه اللي ليهم يعني هتلاقي الست المصريه او البنت المصريه عايزه ترضي برضو تحترم ولان الام ام البنت في الاغلب او في العموم ما عدا بعض الاستثناءات بتقول هي خلاص يا ستي مش فارقه روحي لهم اول يوم وانا ثاني يوم وده فاصبحت العاده ان احنا نرضي الزوج الاول او اهل الزوج في اول يوم وبعد كده نرضي ايوه انا الزوج ليه ما يرضينيش انا اول يوم بصي هتلاقي نفسك انت اوتوماتيك بترضي هتلاقي نفسك اوتوماتيك عشان هو كده عشان هو كده خلاص هتلاقيها بقت لان انا اكتشفت برضو موضوع برضو دخلنا فيه كده هو طبيعي اول يوم عند ماما هي تحس ان هي عادته احنا خلاص احنا طلعنا بالظبط ايوه احنا حافظين مش فاهمين بالظبط دي حقيقه وفي ناس بقى قالوا لي طب احنا عندنا دايما الخناقه دي بتحصل والزوجه مش راضيه قدام قلت لهم عزموهم انتوا اول يوم تخيلوا بقى انتوا عزمتوا العيلتين اول يوم وبعد كده فككتوا لان هي اول يوم دي بتبقى مشكله بتبقى صعبه ازمه انا مش عارفه يعني ممكن توقف بس فكره حلوه والله بس هي الزوجه هي اللي هتتعب للاسف ما بتصدق تتعزم ايوه طيب احنا طبعا اتكلمنا عن لغه الجسد وعرفنا ازاي نتعامل واول العزومه اول يوم عزومه بنعمل ايه هخش بقى في قصه ثانيه في ناس كتير قوي ممكن ما يكونوش عارفينها ولا يعرفوا يتعاملوا معاهم ازاي ساعات الام ما بتبقاش موافقه الحما مش موافقه من مرات الابن والعكس صحيح ولكن الجوازه بتمشي بتمشي لكن بيبقى فيه كده عارفه اللي هو ايه عدم قبول طبعا ازاي بقى البنت تتعامل مع حماتها لما يكون فيه عدم قبول حتى لو في الزيارات العاديه اللي هي التقليديه اللي العيد والكلام اللي حضرتك عارفاه والعكس ازاي اتعامل ويكون فيه حدود على قد الزياره طيب لو في حته الرفض او عدم القبول هنقول عدم قبول لان لو رفض اكيد مش هيشوفها يعني فهنقول لو عدم القبول دي لازم هي تبقى داخله عارفه انها داخله مش هقول معركه بس يعني داخله على حياه صعبه شويه فعشان تدخلي الحياه صعبه شويه في حاجات لازم تعمليها بمزاجك عشان ما تتحسيش انك مقهوره انك تعمليها الحاجه اللي تجيلك بالغصب خدها بالرضا ايوه هي دي يعني هدي مثال ممكن يحل الموضوع ده او يشرح الحاله دي كان عندي واحده عندها مشكله ان اخت جوزها اكبر منها وكانت بمثابه حماتها لان هي حماتها كانت متوفيه فكان دايما يركب البنت الاخت جنبه في العربيه وهي متضايقه جدا من الموضوع ده فجيت قلت لها طب جربي مره ادخلي انت اركبي ورا على طول وشوفي ايه اللي هيحصل قالت لي احنا حياتنا اتغيرت طبعا هي اتحرجت لان هي لقيتها كده داخله تركب ورا اوتوماتيك ما عملتش مشاكل ما اتخانقتش مع جوزها بعدها هي معركه كانت شغاله بدون اي سبب يعني فاعملي الحاجه برضا الضحكه في الوش مش الضحكه الاستفزازيه تحاول برضو تفتح باب التواصل تلاقي نقط للتلاقي لان اكيد هيبقى في نقط اتفاق ما بينهم توريها اصلا الذكاء الاجتماعي البسيط ده ممكن تاخد اللي قدامها او بالزبط. يعني تخلي اللي قدامها يبقى بيحبها اكتر طيب خلينا نتكلم عن بيت العيله وده مؤخرا على فكره كان زمان موجود وبعدين اختفى شويه وبعد كده ابتدى يرجع تاني الناس بقت لو مس حد خد قطعه ارض وبناها فكل بيت العيله ده ابتدى يرجع تاني اعمل ايه لو انا ساكنه مع حماية وحماتي واخوات جوزي الطبيعي انا اعمل ايه طول وانا نازله وطالعه مثلا اخبط سند انا عندي مثلا انا ساكنه يعتبر في بيت عيله كانت عندي تجربه ناجحه فالله يرحمها طب عملت ايه طب ما تخلينا مهارات التواصل انا علاقتي كانت جيده بسلفتي يمكن سلفتي ما تخيلش ان انا حتى هي كانت فكرت كذا مره عايزه قلت لها لا ما ينفعش يعني جاره وسلفه فالموضوع أيوة. وعيله كله مع بعضه بصي نحاول نخلي الموضوع فيه نوع من انواع ايه في حدود معروفة في خصوصيات تتحفظ الباقي بقى على قد ما تقدري تفتحي العلاقة ما بينكم تمام يعني في مثلا ناس يبقوا لا ما حدش يدخل ويخرج في البيت كده عادي البيت ده مش صداح مداح خلاص بتحترمي الخصوصية دي بيبقى في بقى بيت الأم تحت هو ده اللي كله بيتجمع فيه والأحفاد والكلام ده كله حاولي تبصي الموضوع من إيجابياته انا ايجابياته كانت كتيرة قوي مثلا ايجابياته ان انا كنت بشتغل بناتي كانوا بيقعدوا مع جدتهم ممكن ابقى عندي عزومه وما الاقيش عندي حله كبيره انزل اخدها من طنط فاللي هو جميله جدا دي يعني الموضوع بصوا على الايجابيات طب يعني الطبيعي ان انا اسيب مفتاح بيتي مع حماتي ولا لا مش لطيفه ده كان في فيلم لسه متفرجه على القصه دي بقول لك على حاجه لو انت سبتيه بنفسك هي ممكن ما تستعملوش خالص لو هي اللي طلبته هتبقوا انتوا الاثنين مش متضايقين طبعا اوكي هي برضو الحته دي زي ما قلتي ان هو
انتوا اتفقتوا على ايه؟ انا سايبه المفتاح عشان لو نسيت مفتاحي الميداليه وقعت، ولادي رجعوا قبلية يلاقوا مفتاح. اوكي. وفي اغلب الاحيان بتبقى الحمله لو كبيره شويه ما بتقدرش هي تتحرك فبتعدوا انتوا عليهم. حقيقي. انما اللي هتعمليه اول يوم هو اللي هيقعد معاكي لاخر يوم. بمعنى القوانين اللي هتتحط من اول يوم، هنعدي على كل الناس، لازم نقول لكل الناس ان احنا جينا، لازم في المناسبات اللي انت هتحطي القوانين اللي هتحطيها للعيله او للعماره دي هتبقى فوريفر معاكي او الى الابد معاكي، وانت لازم تعرفي انت بتتصرفي ازاي من اولى خطواتك. بالظبط، انت اللي هتتحملي كل حاجه. الحاجه اللي هتفوتيها دلوقتي ما ينفعش تمنعيها بعدين. خلاص بقى الحاجه اللي هتمنعيها دلوقتي ما ينفعش تسمحي بيها بعدين. فكل ده لازم يتفكر فيه مش كحرب بقى. انا شايفه بقى ايه، خلينا نقول للبنات برضو بيتفرجوا علينا، هو سنس يا جماعه. وبعدين زي ما احنا قلنا في بدايه الحلقه ورغده قالت ان اعتبري ان حماتك دي او حماكي دول مامتك وباباكي، شوفي هتتعاملي ازاي مع مامتك وباباكي. واعتقد اللي مش هترضيه على مامتك وباباكي مش هترضيه. بس انتوا ليه ما بتكلموش الراجل نفسه؟ احنا مجتمع، احنا دايما زي ما انت قلتي دايما احنا ايه ده صحيح بنيجي على احنا طول الحلقه عمالين ننسى. خلينا لا بص هروح بقى في اتجاه تاني خالص. طيب احنا في الانترو اتكلمنا عن موضوع مهم جدا يمكن نرمين ذكرته. لما الام بتيجي تقعد، الحما بتيجي تقعد مع الابن في البيت، والبنت بتبقى لازم، يعني ممكن تكون تعبانه، ممكن يكون في طبعا كبيره في السن، ممكن تكون مريضه، لازم تخدمها او لازم يبقى في مثلا اهتمام بيها حبتين. ازاي تتعامل معاه؟ والعكس صحيح، لما مثلا الحمل ابن اللي هي مامتها بقى تكون قاعده معاه في البيت، ازاي يتعاملوا مع بعض خصوصا دي مش مامته ومش مامتها، يعني ممكن العكس يكون موجود. الاكتر بيبقى برده مامه الراجل، لان كتير من يعني في ناس بيبقوا مستثقلين نفسهم ان هم يروحوا يعني لحد او كده، فبتبقى محرجه دايما من مرات ابنها وحساسه جدا. فلازم مرات الابن دي، بصي ممكن تعملها بنيه حاجه لربنا، انت بتعاملي ربنا هتتقي الله فيها عشان ولادك يشيلوكي بعد كده. طول ما هي بتغذي نفسها بالفكره دي، وعلى فكره دي ده علم المايند سيتنج، ان انت بتسطبي العقل على افكار معينه صح او مصطلحات معينه وتعيشي بيها. طول ما انت بتعملي كده عشان خاطر ربنا وعشان خاطره وعشان خاطر كده ولادي. بس برضو خلينا نتفق ان في حموات بيبقى في تدخل رهيب سواء للراجل او للست. ده غلط خالص. لان التدخل ده وبعدين في مشكله ان هو هتتدخل في خناقات هي هتشيل، بس بعد كده هم هينسوا، بس هي تفضل شايله لو سواء من هنا او من. والله انا بشوف ان هي دي بقى ايه السواب، يعني حاجة دي في الموضوع. دي ده موضوع ازلي، ما اعرفش هينتهي بايه، هيبقى في حموات فاتنات ولا هي حماتي قنبله ذريه. بس اتمنى، او دلوقتي انا بشوف والله يعني لا، في يعني حماتي حلوه، يعني حماتي ملاك، الحموات بقى لذيذ، بقوا لطاف والله. انا كنت سعيده جدا بوجودك معانا يا رغده، واستفدنا منك، واكيد في حلقات ثانيه ان شاء الله نتكلم عن الراجل شويه. بقى ما ينفعش كده، مش كل حاجه الست يا جماعه والبنت. يعني رغده السعيد خبيره لغه الجسد والإتيكيت، أنا بشكرك شكرا جزيلا ونورتينا. لسه أكيد مكملين محاضراتكم قعدتنا في هو وهن، لكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني أحلى ناس في العالم في الفقرة المفضلة ليا، وأكيد المفضلة لقلبي. كمان لهن طبعا. صح، بس عايزة مفضلة لكل الناس، الأكل كل الناس بتحبه، ده مش كلام يعني. الأكل طبعًا. بجد مين ما بيحبش الأكل؟ في حد ما بيحبش الأكل؟ لا طبعا، يعني ما أعتقد، يعني أنا أصلا ما أحبش أي حد ما بيحبش الأكل. مش عايزة أبقى صاحبك أساسا، مش عايزة أبقى قريبك، مش عايزة أعرفك أي حاجة. بالظبط. طب أنت ناوي تعمل لنا إيه النهاردة؟ شايفة عيش اللي مروة تقريبا خلصته خلاص، كل شوية يقول لك مش كفاية بقى العيش اللي أنت عيش المحمص اللي أنا جبنا. لا بصوا اصلا يعني خدت بالكم، هم اول لقاء بينا هم الاثنين في حلقه. أيوة. نرمين ومروه، ونرمين راحت مديها واحده تحت الحزام، مروه خلصت العيش. عادي انا اخلص الاكل كله عادي، انا باجي عشان اكل عادي. انا جاي اهدي النفوس يا شباب. انت طيب والله، انت راجل طيب. جميل. طب قول لنا هناكل ايه النهارده؟ النهارده هنعمل وصفه تتشرفي بيها قدام حماتك، بما اننا النهارده بنتكلم على الحموات الفاتنات. حماتي ملك. حماتي ملك. بالظبط.
بالظبط. فانت بقى خليكي ملك انت كمان وامي عامله لها فتت فراخ سوري بالصوص بتاع الطحينه والزبادي، كمان هنعمل لها حمص بالبنجر، فكره حلوه جدا. الحمص يبقى ملون واحمر كده وجميل وطعمه كمان مختلف وشويه حراق. فتعالى اقول لكم المكونات بتاعه فتت الفراخ السوري. هي طبعا فراخ بالعظم اللي عشان نعمل منها شوربه، كمان كرفس وجزر وورق لور وحبهان، فلفل اسود وملح طبعا، صوص الخل او الطشه اللي هنعملها، مرقه فراخ وقرن فلفل حراق، فصوص ثوم مفروم وكوبايه خل، صوص الزبادي عباره عن زبادي يوناني او زبادي عادي، طحينه، فص ثوم مفروم، كمون، عصير ليمون وملح وفلفل. الفتة بقى نفسها رز أبيض طبعا مطبوخ عادي جدا، وعيش لبناني محمص وحمص مسلوق للتزيين، لوز وزبدة عشان هنعمل طشة لوز كمان، وبقدونس مفروم وورق نعناع وكمان سماق للتزيين. هو ده لازم اللوز ده ضروري؟ مش لازم، هو ده اختياري، بس هو كده بيدي شكل للطبق من فوق كده ومحمص. بس ده ني انت بتحمصه مش كده؟ ده ني متقشر وانا بحمصه. ممكن تجيبه سنوبر، ممكن تجيبه سنوبر سوداني، سنوبر لو مفيش اي نوع مكسرات عندكم هيمشي، بس اللوز هو المفضل بالنسبه لي. بس لو لحماتك بقى ما تبخليش يعني، اصرفي شويه عشان فكي بقى كيس بقى عشان ايه، عشان دي حماتك. وكمان الفته دي تنفع جدا من البواقي، يعني بتطلعي طبق شيك جدا من بواقي، يعني لو عندك رز من امبارح، لو عندك فراخ متقطعه نساير ومسلوقه من امبارح، ممكن تعملي الفته دي بمنتهى السهوله. عيش لبناني يعني ما ترميش، اي حد عنده فراخ ليها بيوم يسيبها ويعمل حسابه على الاكله الحلوه دي، بس كده هتطلعي اكله فخمه جدا. تعالى نبدا على يلا، لان انا اليوم اللي انت بتعمل فيه الاكل انا بروح اعملها. ايوه وبتبوظ الحمد لله. يلا نرميها ونجيب لها تاني. ده خبر عظيم جدا بالنسبه لي، ببساطه. لا والله بجد، يعني البرنامج بيفيدك كمان في على طبعًا. مستوى الاسره. وعايز اقول لك يعني حتى الحلقات اللي انا ما ببقاش موجوده معاكم فيها بتفرج عليكم، يعني بدخل اطبق على طول. هي عمر ناوي تعمل ايه النهارده؟ والله بجد والله دي مش مجامله، دي يعني مجامله رائعه. في مره في يوم كنا مع عمرو وكان عملنا زي صدور فراخ كده، قلت لنيلي بنتي بقى انا هروح اعمل لك دلوقتي، انا جايه لك هعمل لك فراخ. قالت لي لا والنبي ما تجيش ولا تعملي حاجه. ليه طيب؟ ما انا بقى قعدت اقول لهم اصل انتوا ما تعرفوش كده في خلطه كده جديده عمرو بيعملها. فاكر لما قعدت اقول لك انت بتحط الصوص على التوابل عشان يدي لون حلو؟ اه بالظبط. قلت لها اصبري بقى ان اللي هعمل لك اكل رهيب. قالت لي اسكتي ولا تعملي ولا تعملي حاجه. يلا دلوقتي هنعمل الاكله بتاعتنا. يلا انا بسخن دلوقتي الحله زي ما احنا متعودين، لازم نسخن الحله كويس جدا وبعد كده نشوح فيها الفراخ وننزل عليها المطيبات على راي رند. وحشتينا يا رند جدا حلقه النهارده، مفتقدينك جدا. وهنعمل ايه بقى؟ هنشوح الفراخ دلوقتي في زيت زيتون، بس انا مستني الحله. عمرو بيعجبني ان انت عندك تريكس كده بتتعمل، يعني انا مثلا من ساعه ما علمتني انا كنت مثلا ابقى متبله الفراخ بقلبها على طول كلها، لا انا بقيت اتعلم ان انا واحده واحده عشان ما تبردش، وبعدين عشان ما بتنزلش ميه. صح. وبتستوي بسرعه. صح. اللحمه او الفراخ بيستفاد وما تبقاش زفره خالص بصراحه. هو ده الهدف من الموضوع كله. عايزينك كل حلقه تدينا وهفضل وراك لغايه لما تقول لي الطاجن المقلوب بتاع المقلب السري. هموت. ده طالع في البرومو يعني. واحنا سايبينه الحلقه كده تقيله. امتى هتيجي الحلقه التقيله؟ مستنيها هي هتيجي لوحدها كده، تحس ان احنا يا جماعه خلاص على صفحه قناه المحور نعمل هاشتاج لعمرو. عايزين المخبأ السري. اضغطوا على عمرو حلمي عشان يعلمنا ازاي نعمل اكل المخبأ السري. احنا اول حاجه حطينا الزيت بالظبط، لما تسخن الطاسه بنحط الزيت، مش بنحطه من الاول. هي ابتدت تسخن بس انا مستني تسخن اكتر شويه الصراحه. اوكي. فاحنا كمان هنعمل النهارده الحمص بالطحينه والبنجر. حمص عادي، سلطة الحمص احنا في مصر مش متعودين عليها قوي، بس هي في لبنان دي وصفة مشهورة جدا. برضو الفتة بتاعت الشاورما سوري فتة الفراخ برضو مشهورة جدا في لبنان وسوريا، بس هي أكلة بيتي أكتر، مش بيعملوها برا ومش بيعملوها كمان ساعات، يعني السوري بيعملوها بالرز، اللبناني بيعملوها بالعيش. اوكي. على حسب. وفي ناس بتحط عليها بتنجان اعتقد. دي فتة بتنجان بقى، دي حاجة تانية. دي حاجة تانية. اوكي. بس دي ميكس ما بين التسقية وفتت الفراخ، لان التسقيه إيه؟ هي التسقيه دي اللغه دي اساس الفت عندنا. سوري. بجد مش مصري الكلمه دي؟ لا لا لا، تسقيه اسمها تسقيه. اوكي. دي فتت الحمص هم بيفطروا بيها. لا الفتت الحمص دي بتبقى عباره عن رز وفوقيه الحمص بس. اوكي. بيفطروا بيه خطير. يفطروا بيه؟ بيفطروا بيها الصبح. طب قول لي العيش ده انت محمصه ولا انا بقليه بصراحه؟ العيش ده مقلي. انا بحب اقليه. ينفع تحمصيه وينفع تقليه. انا بحب اقليه. احنا محتاجين طبعا طشه اعلى من كده، بس مش مشكله،
عشان ايه نوري الناس بس طريقه عمل الفراخ، وبعد كده 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 عندي فراخ مسلوقه جاهزه متفصفصه عشان ما تعبكوش معايا. اوكي ماشي. لا هي مروه اللي هتتعب مش انا، انا النهارده بس هي مروه بتحب تساعد الصراحه. يعني خدت بالي في الحلقات اللي فاتت انت بتحبي تساعدي مش كده؟ بتحب اشرف على الجو. انت بتعرفي تطبخي اصلا؟ طبعا على الاكله، بس انا لسه كنت بقول لرند ان انا ما بحبش يعني ما بحبش وقفه المطبخ، بس بحب اكله حلوه عشان اكلها، لكن انا اقعد افنن واقول انا هعمل وهعمل والف حاجات لا. جديده لا لا. ما هو باين بنتك لما قلت لها هتطبخ لي قلت لها لا ما تجيش وما تطبخيش. الصراحه مروه بنتك قالت كل حاجه يعني فهمتنا فضحتك الحقيقه. فهمتنا الموضوع ماشي فين يعني. فدلوقتي هعمل ايه؟ احط الجزر، دي بقى المنكهات والكرفس لو في كرفس فرنساوي احسن، ودول كمان وبصل اكيد و ورق اللور و و و هتستلمني وده الفلفل الاسود والحبهان. اي حاجه بقى انتوا عايزين تحبوها تنكهوا بيها الكلام ده كله تمام. لازم ابطل وي دي وي. وعنده برضو عاده انه بيفضل يعني نزيف جدا في موضوع المطبخ، بفضل افرك بيتحرك كتير وبيقعد يشيل الحاجات اللي هو عملها. دي احسن حاجه طبعا طبعا يعني هتقولوا عشان كده مش هتتجوز، مش هتحتاج حد في حياتك خالص ولا تكون عايز حد معاك في البيت، انا عايز اعيش لوحدي. انت عارفه في حلقه في برنامج قديم قبل كده كنت بقدمه مع النجوم كان شيماء سيف معايا اول حلقه، وبعدين هي انبهرت جدا بموضوع ان انا منظم ونظيف، فقعدت تعمل لي اعلان على التلفزيون. بوجه لها هي طبعا النجمه الكبيره شيماء سيف، عايز تقول بموت فيها دي صاحبتي وحبيبتي. فالمهم عايز تقول ايه، انا دلوقتي هعمل لكم اعلان اكن عمرو ده منتج واحنا بنشتريه. عمرو في المطبخ بينظف لك المطبخ، عمرو في البلكونه بيشيل لك الاتربه، عمرو مش عارف ايه. انا بتسوق لك أيوة. الاعلان ده موجود على اليوتيوب خطير جدا، فكانت بتتريق على الموضوع بس الطريقه بتضحك يعني. بس فاحنا دلوقتي شوحنا الفراخ وهننزل عليها الميه المغليه. طب عمرو ينفع تبقى الصدور مغليه؟ الصدور المغليه مش هتعمل مرقه. المرقه بقى الجاهزه بقى اللي هي اللي انا بحبها دي، اللي هي مكعبات المرقه العاديه دي خالص، اللي هي المرقه المكعبات. هي ممكن تكون ينفع، بس دي اللي انت بتتكلمي دي اكله سهله شويه عندي، مش هتفصصي ومش هتشيلي الفراخ. ينفع ينفع المرقه المكعبات تدوبيها في ميه. بس دي هتطلع لك حاجتين. ايه بقى؟ هتطلع لك لحم، احنا محتاجين اللحمه عشان نحط فوق الفته، وهتطلع لك من العظم شوربه. لان احنا لما بنيجي نعمل اي شوربه دي تب بتاعت النهارده، لما نيجي نعمل شوربه لاي حاجه اي نوع سمك فراخ لحمه بنحتاج حاجه فيها العظم. مثلا القشر الجمبري وعظم السمك بيعملوا منه شوربه السمك. مش السمك نفسه، مش السمك لا ولا الجمبري نفسه. البرنامج الجمبري ممكن ان هو يتشوح ويتهري لو احنا حطيناه بيبقى شكله مش حلو. فلما اعمل شوربه حلوه اخد القشر بتاع الجمبري وراسه واعمل شوربه الجمبري من القشر. طب احنا مش هنعمل مره سمك وجمبري؟ هنعمل طبعا. انت طلبت مني وانا هزودها في الشهر الجاي لو سمحت. يعني خلي الميزانيه ايه، مره كشري مره بالزبط. سمك يعني احنا لسه عشان بس كشري. احنا في اخر الشهر هنقلب كشري. انا عندي وصفه مشهوره جدا على السوشيال ميديا اسمها كشري الحله الواحده. ايوه تخيلي لما تعملي الكشري الشعبي ده. طبعا حلو. انا طبعًا. ايه رايك يا عمرو، ممكن انا يعني اخد منك حاجه بسيطه في الحلقه واعمل ملوخيه على الهواء؟ يا سلام يا ريت. نجيب ملوخيه ونعمل ملوخيه، نعمل انا وانت الهابي ميل. هنعمل بس الملوخيه، نعمل الهابي ميل بتاعه المصريين، نعمل ملوخيه فراخ محمره ورز وبتنجان مكلل. انا اللي هعمل الملوخيه اليوم ده. ماشي، وانا هعمل الفراخ المحمره والرز والبتنجان. خلاص انت هتجيب العيش وهي جايه. لا انا هاكل، انا مش هجيب حاجه. ودن القطه بقى، احنا بودن القطه هنعمل ايه؟ فاحنا عملنا الفراخ وكده بقى عندنا شوربه سهله جدا. طبعا لما الفراخ تستوي هنشيلها ونفصصها وخلاص، على كده هتبقى عندنا الفراخ الجاهزه دي. بس انا عشان مش عايز احير النساء الجميلات دول ان هم يفصصوا ويوسخوا ايديهم، فانا عملت الدور ده قبل ما يدخل. تعالوا دلوقتي بقى نعمل الطشه وكمان نقدم الرز. طبعا عملت رز مصري عادي جدا ابيض. هبتدي بقى ان انا اعمل حاجتين، اولا عايز اعمل الطشه وعايز اعمل طشه اللوز اللي بالزبده. ماشي تعالوا نعملهم. نجيب بقى الطاسه اهو، طاستين اهو. انت عارف انا الرز ساعات بحط عليه ايه؟ بحط عليه مستكه. طبعا بيستوي بحط عليه مستكه بيبقى خطير. مستكه الرز نشيل دي خلاص. احنا فهمنا فكره الشوربه كده. عملنا الشوربه والفراخ طلعت منها الشوربه تتعذب.
بتحبي انت الفته يا نرمين؟ بموت فيها. بتحبي بقى الفته الفراخ ولا الفته اللحمه بتاعتنا؟ لا الفته اللحمه بتاعت الموزه دي والضاني والحاجات اللي انا بحب الاكل اللي عمرو بتحب الحرش ده. يا لهوي هو ما بحبش، انا ما بحبش ايه، انا باكل كل حاجه. عمرو دايس في اي حاجه. لا بس انت خلي قريبه ليك، انت عملت ايه بقى عشان تاكل؟ ربنا يكرمك والله ما عملت اي حاجه، باكل يعني بصي حتى السوماله. حتى السوماله يا اجوج ومحمود. هم اول ما دخلت انت خسيت جدا. قال لها انا باكل زي انا يا بنتي. شكرا على ثقتك. معلش في حاجه هنا اهو. عادي زي بتدخل. اي بيت مصري بيولع عادي جدا. دي حته منديل معلش. هنعمل ايه بقى؟ هننضف الاول طبعا. ايوه كالعاده. عشان دي مش هعرف اتعايش مع الفكره دي. وبعدين بس والله الاكله دي سهله على فكره تاني. يعني لو عندنا فعلا فراخ مسلوقه بقى. انت قلتي صح برضو، لما يكون عايز حد يعني عنده مثلا مشوار وجاي على طول على الغدا، برضو لو انت عملتيها زي ما قلتي فراخ عاديه من غير العظم بالظبط هتبقى اسهل كمان. بالظبط. فهنعمل ايه؟ هنجيب الفلفل ده حامي صح؟ حامي ولطيف قوي. وثوم ماشي. وهنطفيه بالخل لما يسخنوا كده اهو. بس سخن الثوم نشم ريحته. هو ده السبايسي يا جماعه اللي هو سبايسي مع ثوم بقى. بس انا بعشق الثوم وانا كمان بموت فيه. وبعد كده نطفيه بشويه خل شمه بقى. شمه دي قنبله. الطشه دي قنبله. وبعد كده حته من المرقه. اوكي انت متخيله بقى لما نسقي الرز بالاجرام ده ونسيبهم يسخنوا شويه على جنب. وبعد كده بصي مروه متحمسه جدا للاكله دي، متحمسه في العموم. مروه جعانه بيعجبني حماسها. انا بس بفك ال خدي دي انت عذبيهم. عذبهم على راي رند. بالظبط. لا دي انا دي كلمتي انا بجد. انا اللي بعذب الحاجات. هو دايما يعذب الحاجات. نسيبها بقى تغلي شويه صح؟ شويه صغيرين تسخن بس مش عايزينها تغلي قوي. ممكن بقى تعملي لي خدمه عبقريه ترسيل الرز او تجيبيني مكانك براحتك. لا انا رسولك. انت المفروض تعمل ايه دلوقتي؟ انا هعمل دلوقتي الطشه بس لازم الرز الاول يترص. طب انت بس يلا هجيب لك الرز. طب يا مروه بعد كل الكعب ده مش عارفه تطولي البتاع. لا خايفه تقع. وانا تقع على اي حد بس مش على اول ما دخلت بتقول لي انا بقيت طولك. هي كده بقى بصوا لبست اكبر كعب في الكوكب في البيت عندنا. والله رحت جبت اكبر كعب في البيت. صارفه ومكلفه النهارده مروه برضه. ست بيت بص اللي هي الايه ماسكه الحله. ست بيت بصي دخلت على طول. خلاص يعني ما هتقع مني حرام عليك. بتخافي من الحسد؟ مش قوي يعني مش هطبق بالي. لا عادي يعني ممكن كلمه شائعه. لا مش 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 انا بحاول اوقع بينك. لا بلا مش هتوقع. انا عايز اطلع حلقه سبايسي النهارده من اول حلقه وانا عندي كده. والله والله ما قادر. مش قادر. مش قادر. والله يا ابني ما قادره لك. والله ما قادر. انا عاجبني اداء نرمين. والله ما قادره لك. مش قادر. مش عارفه اطلع منك حلقه سبايسي. انا مستنيه لسه جايه من السفر بقى. مش رايقه خالص. طيب هي تنزل الرز كله؟ لا شويه كمان بس ما تدوسيش عليه. احنا عايزينه شكله كده فانكوش هرمي كده. ايوه تسلم ايدك. هجيب معلقه. بس عموره مش كان المفروض نحط العيش الاول ولا لا العيش فوق؟ لا العيش انا بحطه على الحروف. اوكي عشان يعمل لي شكل برضو. ماشي اهو كده. برضو الرز الابيض بيبقى ليه انا بموت فيه. والرز الشعريه برضو يا جماعه خطير طبعا. برضو الايه الرز الشعريه انا بموت فيه بس مش مع الاكله دي. لا مش مع ده طبعا. لا انا بتكلم يعني لو مثلا طاجن باميه مع رز بشعريه ده حاجه خطيره طبعا كده. ده العيش. يلا بعد كده هنعمل كده ونبتدي نرص العيش. تعالي انت كده شويه على بقى انت ماشي. وبعدين نجيب العيش. ماشي هلبس جوانتي بسرعه. يا جماعه ريحه الثوم او ريحه التقليه جميله رهيبه. لسه بقى الزبده مع اللوز. لسه بقوله لعمرو احلى حاجه فيك انا اصل انا بحب الزبده. وأنا بحب فاحلى الزبدة. حاجه في عمرو انه زبده يطبخ بزبده. في زبده يعمل دايت جامد. زيت زيتون. يعمل دايت. انا عمرو زيت زيتون اصلا. عمرو زيت زيتون فعلا وميه. اوعى تقولي الثانيه. لا خلاص زيت زيتون وميه والحاجه الثالثه بقى بالظبط مش لازم نقولها. اللي بيشرب ميه بيروح فين؟ هي بتريقوا عليا عشان بشرب ميه كتير. دي حاجه صحيه جدا. دي عاده صحيه طبعا لان انا طول الوقت بشرب ميه. بس والله برافو عليك. لا والله برافو عليك. في ناس بتنسى انا من
الناس اللي بنسى اشرب ميه. انا عندي مشكله في الميه، ما بنسى يعني، ببقى نازله من البيت واخده ازازه ميه معايا. على فكره هو اللي عمرو بيعمله هو ده الصح، ان احنا لازم طول ما احنا قاعدين يعني، حتى ما بتفرج على الستوريز بتاعتك انت على طول معاك، على طول معاك ميه. دي احنا المفروض نعمل كده، بس للاسف انا بنسى. أيوه. وفي الشتاء بقى كمان لما الشتاء بيدخل انا ما بفتكرش، انا بنسى بس هي ازمه فعلا، انت لازم تشربي ميه كتير بالذات في الصيف. خد بالك بيفرق معاك في صحتك وبيفرق معانا في بشرتنا في الستات يعني. لا وحاجه كمان دي ما بتبقاش البشره الجافه دي بتبقى مشكله غير كده يعني، يعني اللي زي حالتي اللي عندهم املاح زياده على الكلى او عندهم حصاوي على الكلى لازم يشربوا ميه كتير جدا، لان ده بيقول لك مفيد جدا للحصاوي على ال... طبعا. انت بتعمل ايه يا عمرو؟ انا بعمل ايه يا عمرو؟ بيعمل ايه؟ احنا كمان عايزين نعمل الصوص بتاع الزبادي. ما تاخدونيش في دوكه. لا لا احنا مش هناخدك في اي حاجه، احنا هنسيبك عشان ناكل بعد كده. ايوه بالظبط، اشتغلوا لمصلحتكم برضو. يا عيني على الطبق يا عيني. شايفه؟ لا ريحه انا بحب الاصل الخل والثوم كمان قوي قوي، فريحتهم خطيره. كده بقى انت لو عملتي الطبق ده لحماتك والله بصي من قبل يعني هتجوزك ابنها على طول يعني. هتجوزك ولادها الاثنين. يلا وبعد كده في النص بقى كفايه فراخ صح؟ اه كفايه فراخ. بس السؤال بقى يا عمور، هو ده سايد ديش ولا ده مين ديش؟ ده مين ديش طبعا، ده فيه كل حاجه. اوكي ماشي، تعالي بقى هنا تاني. انت عايزه تحطي او لا خليكي زي ما انت. فراخ ورز وعيش وصوص يعني حاجات اكنها تعتبر ابيتايزر ولا لا ده اكل؟ لا ده مين ديش طبعا. يلا انا هاجي تاني معلش وهعمل صوص الزبادي الخطير. خلي ده هناك ياخد بريك كده اهو، ناخد الفراخ دي ورا وننضف بس مكاننا عشان ممكن قطعه منديل. شكرا جزيلا. بس الحتتين دول جايبين لي ارمي ده و هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه بقى صوص ال؟ هنجيب الزبادي اكيد، هننزله كله ونجيب عليه شوية طحينة صغننين. ممكن برضو نخفف الصوص ده بالمرقة بتاعة سلق الحمص أو المرقة بتاعة الفراخ. ونحط التوابل والثوم. في ناس تحطش فيه ثوم وفي ناس تحط ثوم. ده ثوم ايه ده؟ ثوم ثوم مفروم عادي. مفروم اوكي. وملح وفلفل اكيد. ممكن نحط ثوم باودر مكانه؟ مش هيبقى لطيف. ما بحبوش في الحاجات دي. ممكن في تتبيله بس مش في حاجه اوريدي هتتاكل على طول. لازم يكون الثوم فيها اكيد اساسي صح كده؟ لا كمان ان هو يكون يعني نستخدمه بودره، نستخدمه في تتبيله مش صوص هناكله على طول دلوقتي. فاهم قصدي؟ لان الحاجات اللي هي التوابل دي بتبقى احسن تبقى في تتبيلات حاجه هتتشوح. اوكي. مش حاجه هتتاكل حالا دلوقتي. ده صوص. نزود ليمون كده. خلصنا الليمون. عايز نقطه كمان ميه. خليه صح. نرمين قولي لي، احنا النهارده كانت فقرتنا كنا بنتكلم حلقه كامله كانت عن الحموات الفاتنات او حماتي ملاك. حماتي ملاك هتعزمي حماتك هتعملي لها اكل ايه؟ محشي ورق عنب، مكرونه. هي بصوا انا يا جماعه عندي بقى مشكله غير طبيعيه بجد. انا لما بعمل اي عزومه تحس ان هو انا حافظ مش فاهم. هم يعني هي الاكل معروف، محشي ورق عنب، رقاق باللحمه المفرومه، مكرونه بشاميل مضيافه كده. ده كرم، ده كرم في العزومه. لا يعني تحس هي اي عزومه هو ده اللي انا بعمله. الفراخ هي بعمل حافظه المنيو ده. بعمل فراخ بقى كده، عارف يا عموره بجيب فراخ الصدور المخليه بس بخليها صدر كامل على بعضه وبدقه وبعدين بتبله بالبابريكا اللي هي المدخنه والثوم. ولا ما بحطش ثوم. وبعدين بحط بحشيها بقى لحمه مفرومه وبعملها رول كده وفي الفرن بقى. زي كوردون بلو بس زي كوردون بلو بس بس كوردون بلو الغلابه يعني اكل حلو. انت كده مضيفه جدا. لا ولا بعمل سلطات بقى، احب السلطات قوي اعزها يعني. انا حاسسكم بتجاملوا بعض قوي انتوا الاثنين. ليه والله؟ لا هتقولي راند كده. انا عايز شد شعر، عايز بهدله. انت دلوقتي مع حماتك او انت مثلا ايه كده هتعمل لها اكل ايه؟ هعمل لها هتتوصى قوي 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 عشان انت شاطر في المطبخ طبعا. ولا هتبقى يعني عادي هتعمل اللي انت؟ انا لازم ابهرها عشان حياتي تبقى سعيده، عشان حياتي ما تبص هتسود عشتي يعني. طبعا ملهاش لازمه ده نفاق. لا ما هو لازم يعني، ده مش نفاق ده ذكاء اجتماعي اسمه. برافو. هتعمل اكل ايه بقى؟ قول لي هتعمل
ايطاليا طبعا لازانيا طبعاً. عشان لازانيا بتاعتي خطيره. وهعمل كمان ميلانيزي اللي هو يعني خلي بالك عشان ده مفتوح. هعمل البيف اللي هو زي البوفتيك بتاعنا بس على الطريقه بتاعت ميلانو، بحبه جدا بالليمون، بعصره ليمون بيبقى قد كده، بوفتيك قد كده. طب افرض انت يعني اتجوزت حد مثلا ملوش بيحب الاكل البلدي بتاعنا، ملوخيه وبيعمل دي قصصي دي بتعمل بقى حتتي لعبتي يا جماعه عادي. طبعا هعمل برام رز مقلوب وهعمل حمام محشي اللي نرمين هتتجنن عليه اول ما دخلنا عايزاه من اول حلقه. انا من اول ما شفت عمرو يا جماعه قلت له انا، لان انا من يعني انا عم بيك فان لعمرو يا حبيبتي بجد والله. فاول ما شفته قلت له بتقلبه ازاي، لان البريم ده عندنا ما بيتقلبش، بيبقى فيه عارف القعر ده اللي هو بيبقى بنقعد نكحت بقى فيه. فبقول له بتقلبه ازاي، ما مش راضي يقول لي، بس انا هفضل وراه لغايه لما يقول لي. شوفوا بس كده نرمين اللقطه اللي عمرو بيعملها دلوقتي. احنا ايه مسك الصوص عشان يحطه على الفته، بنعمل ايه كده اهو خرابي شويه في النص. وكالعاده عمرو ما بيخليناش ناكل غير بعد ما الحلقه تخلص عشان يصور لازم. وبعد كده نبتدي ناكل. هتبوظي لي منظر البتاع. انا بس ايه الكاميرا تيجي على الطبق الجامد ده. وبعدين هنحط شويه من الصوص كمان كده. واخر حاجه الطشه، ممكن تشيلي الطاسه من على النار ثانيه. هتحط طشه فين؟ شغال ما هو شغال بس انا مش عايزه تتحرق. وشويه هنا احنا ممكن نحط مايونيز على الصوص ده ولا لا؟ ما يبقاش لطيف. لا لا مايونيز لا، سوريين كده يرفعوا علينا قضيه. اللي انت بتقوليه ده يودي السجن. ده حمص عادي خالص، حمص مفهوش اي حاجه، عادي جدا مفهوش اي حاجه. ما تكترش ليه؟ ما بحبوش عيني على الجمال وعلى الاكله الحلوه. وهنعمل ايه تاني؟ هنحط شويه سماق كده عشان يدي شكل. السماق ده بيعمل بقى لون صح كده؟ السماق ده اصلا هو عباره عن نوع من انواع التوت اصلا. ايه ده بجد؟ انا يعني كانت ماما بتحطه على السلط كده، كان الصوص الاخير تحت مع الخل يديكي حمار رهيب. حتى هو اعتقد السماق ده للفتوش، للفراخ يعني لكل حاجه. للحمه بنستخدمه للحمه كمان؟ هو في الاخر بيتحط حاجه جرنش او في اخر الحاجه او في السلطات. مش بيتحط في الطبخ قوي من البدايه الا مع المسخن. اكله فلسطيني. ايوه عارفاها اهو. نحط شوية نعناع. انت رايحة فين؟ لا استنى انا عايز الطاسة دي. انا سبتها هنا. لا ده احنا نعمل الطشة بس اخر حاجة، لازم الطشة تنزل تعمل لازم نسخن بقى الطاسة بالزبط. دي بصوا انا بيعجبني عمر التفاصيل، هو التفاصيل اهم حاجه فيها. عايز اقول لك برده دي حاجه يعني الناس كلها طبعا عارفاها، ان العين بتاكل قبل ما تدوي الاكل. طبعا يعني الاكل لو مش شكله حلو مش هتقولي انا جعانه. دي حقيقه. انت نرمين على طول جعانه، نرمين لسه قاعده سرحانه جعانه والله يا جماعه قوي بجد جعانه، جوعت خلاص مش قادره اهو. واخيرا هنستنى الطشه، بس انا عايز لما نحط الطشه يبقى المطبخ كله رايق. معلش استحملوا وساويسي. وهننضف دي. طب قولي السلطة هتاخد وقت يا عمرو ولا لا؟ لا خالص السلطة سريعة. لا تحطيها حبيبي هليها على النار. وهننضف بس معلش ده. عمرو احنا قاعدين في البيت. لا ما ينفعش والله. برافو. تلاقي مثلا معشه طالعه عادي جدا. والله العظيم لو هم سايبين لي مكنسه هنا ومساحه ورايا كنت قمت خدت فمين للارض. فكرني بماما نصحى كل يوم، كنا نصحى كل يوم على صوت المكنسه. ولاد ليه نايمين يا ماما ارحمينا يوم. المكنسه عندها ايوه اسلوب حياه. ايوه طبعا ده ديانه. يلا بينا هنعمل ايه؟ هننزل الزبده. ايوه بقى الزبده بقى شويه زبده حلوين كده يسيحوا. هننزل عليهم اللوز. معلش عشان انا ده غير دي مش طشه بقى، دي ده انت بتحمر اللوز بقى بالظبط. اوكي اهو. اول ما اللوز يلون كده اهو هنشيلها ونطشها على طول هنا اهو. بس ده نشيله بس عشان ايه ممكن نسنطرها عشان الطبق يبقى شكله لوحده هنا كامل. يلا دي طشه السمنه حلوه قوي. يلا بيها. يا نهار ابيض بص الحلقة. يلا يا شباب الكاميرا هنا على الطبق اهم حاجه. ايه رايكم؟ ايه ده جمال يعني. ايه ده؟ ايه رايكم على الحلاوه؟ طب ده يا جماعه امشي بعد اذنكم. حلو قوي. وزع اللوز. بس انت متخيله بقى اللي في النص ده الحمص شرب السمنه. وهناخد بقى على جنب الكلام كله اللي جنن ده. ماشي دلوقتي هنقفل البوتاجاز ونعمل بسرعه اسرع حمص بالبنجر. يلا هطلع الكبه
وهقول لكم المكونات الحمص الاول. تعالي كده معلش يا استاذه عشان الفيو بتاعي. والحمص مطبوخ بنجر فريش او بنجر مسلوق طبعا فريش مسلوق، وتلج مكسر عشان شويه يدينا قوام، وكمان الميكسر ما يسخنش قوي، وعصير ليمون، طحينه، زيت زيتون، ملح، فص ثوم، وقرن فلفل حراق مفروم، وده اختياري وبس كده. يلا بينا. يلا طبعا احنا هنسلق الحمص وهنسلق البنجر وجايبينهم عندنا جاهزين عشان ننجز وقت عشان فقرتنا مش طويله قوي. انا والله ما مركزه معاك، انا مركزه مع الطبق اللي قدامي وحياه ربنا. ما انا يا جماعه دماغي كلها من الحلقه، يعني عايزه اقول استاذ خالد قدامنا قد ايه، انا عايزه مش هتحضري لي يا بنتي شوكه. انت هايمه هنا. انا عماله ادور والله وانا واقفه عماله ابص في واحده هناك شايفاها هنا. فانا بعمل ايه دلوقتي؟ انا حطيت حمص، حطيت البنجر وشويه طحينه صغيرين. معلش يا عمرو عشان انا ما كنتش مركزه. انت البنجر ده لا البنجر ده بتسلقه؟ بنجر مسلوق متقطع. اوكي بيتقطع قبل ما بيتسلق صح كده؟ ما فيش بنجرايه بتتحط بحالها في ميه؟ لا ممكن عادي. ممكن بس بيبقى احسن عشان ما تتهريش، ولا هو اصلا جامد عشان بس ما نضيعش لون كتير من البتاع وتعمل. فممكن نعملها كامله وبعد كده تتقطع. شويه ليمون، انا بحب الليمون، وشويه فلفل حراق وده اختياري لو حد ما بيحبش الحراق. لا بحبه عادي جدا. وانا هزين بيه طبعا في الاخر برضو، وتوم اكيد كتير لان انا بموت في التوم. ماشي انزله. وممكن اسيب دي هنا، واكيد هنحط شويه كمون طبعا طالما في حمص يبقى محتاجين كمون وملح. وملح بس كده، ونقطه تلج صغيره. انا بحب الكمون برضو كتير. تلج صغير شويه صغيرين بقى. تلج يا عمرو. بيضرب شيشه يا نهى. تلج يا عمرو. يضرب بيها ليه؟ طب ايه الفكره ان بيضرب بيها؟ بصي السلاح بيسخن الاناء ده بيخليه صعب ان هو يضرب يتفرق، فكمان بيخلي الحاجات تاكسد، الحاجات اللي فيها خضره، الحاجات اللي بتعمل دي دي التريكه بتاعت عمرو النهارده. تلج مع مع اي حاجه بتتضرب في الكبه ممكن نحط شويه تلج. مستنيين نشوف بس الثلج هيعمل ايه. بص البنجر ما شاء الله، ولونه لون البنجر جميل جدا جدا. تعالي نحط كمان نقطه زيت زيتون نلمع بس بالحمص. هو اوريدي مش محتاج اي سوائل، بس انا بحب المع الحمص نفسه من جوه، وانا طبعا بحب زيت الزيتون فانت عارفه طبعا الادمان ده معروف. براند بنسميه عمرو زيتون. اهو وشويه نعناع كمان يديله طعم كده وفريشنس. اهو تقفل يا معلم. يلا بينا. ده بقدونس يا عمرو اللي انت حطيته؟ نعناع. اوكي برضو عجبني الاختلاف في مش الحاجات التقليديه. يعني مثلا مش فته مع مثلا سلطه بلد. لا معوكي تقريبا تقريبا بعد ما ناكل محتاجين نخلص ده. كرمت جامد جدا اعتقد. لا لسه. طب من خمس ربع ساعه. يلا مش هناخد وقت اطول من كده. كفايه بس خليني اقول لكم على حاجه. انا على حسب بقى انت بتحبيه كرانشي كده ولا بتحبيه الحمص بتاعك ناعم، دي اذواق بحته. وخليني اقول على حاجه ان البنجر ده اصلا يا جماعه كمان مفيد للمناعه جدا 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 طبعا، وللبشره يعني لا كذا حاجه بصراحه حلو. انا بحب البنجر. احنا عايزين بقى فقره النصايح اقول لهم مره بقى نجيب بنجرايه ونعملها بقى مكان التنت كده. ايوه رايك اصلا يبقى بناكل وبنحمر خضار. بنحمر خضار كده التجميل هيرفعوا عليك اضواء طبعا على الفقره. يعني احنا عمالين ندرس طول عمرنا عشان انت تيجي تجيب بس حاجات طبيعيه يا جماعه. حاجات طبيعيه بتبقى حاجات حلوه طبيعية. في البيت كده بتبقى طبعًا. حلوه مش كله خلي بالك فيه حاجات طبيعيه يعني بتضيع بشرات بنات جميلات كتير. فساعات الوصفات الطبيعيه دي مع ولا ضد؟ انا ضد. ضد ايه بالظبط؟ ضد الوصفات الطبيعيه للبشره بالذات الوش. لان في حاجات كتير في بشرات بتتاثر انا عندها حساسيه جدا وبروح للدكتوره عشان عندي حساسيه في جلدي رهيبه. اذا حالتي بسمع منها على طول بلاوي سوداء بتجيلها. بس انا قصدي مثلا لو خيار الحاجات دي مش هتضر البشره. لو خيار يعني بس مثلا ليمون. لا 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 ليمون اصلا من الحمضيات بيلهب البشره جدا. لا 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 طبعا ليمون لا. فما ينفعش اصلا نعمل كده في نفسنا. في بنات كتير جدا بتوع
بتقعد تدي يعني الليمون ممكن يتحط على حاجات بالزبط. معينه لتفتيح مناطق داكنه في الجسم او الحاجات وكمان دي وكمان لانواع بشرات مش اي حد بالظبط مش اي حد وبتخلط مع حاجات معينه مش لوحده يعني لا الليمون اصلا ما تحطش على الجسم اصلا خالص وبعدين الزبادي ده ممكن تعشي بيه احسن ما انت تعمليه على جسمك برضو مش مفيد ضدنا ضدنا يا جماعه انا كنت لسه بقول وعمرو بيشغل الخلاط بقول له ان انت عامل حاجه مختلفه يعني الوصفه دي بعيد عن الفت خالص مش احنا برضو عندنا مشكله كبيره جدا في المطبخ المصري عندنا لازم ملوخيه جنبيها فراخ او انارب انارب فيها الارانب معروفه يعني هي الملوخيه والانارب دي لا في اكلات لا يا جماعه مش ارانب لا ارانب بس بهزر لا يعني احنا عندنا اكلات لازم مع بعض يعني سبتة. رز بالشعريه ارانب ملوخيه باذنجان مخلل انارب انت قلت انارب انا قلت ارانب والله انارب ارانب والله كنا دايما بنسمع يعني اجدادنا زمان انارب انارب زي فانيلا وفالنا بالظبط كده يعني فاحنا عندنا دايما اكلات ثابته يعني من القديم من ايام اجدودنا وكده تلاقي فراخ وحاجه يعني احنا بس سايبين عمرو عايزين نعرف هو بيعمل انت بتعمل ايه بيطلع لكم بحاجه جامده دلوقتي انا بزين انا بحط دلوقتي نعناع وحطيت بنجر فريش وحط حطيت حمص وحطيت فلفل الوان انا بحب دايما الالوان كده عشان لما يتحط على السفره الناس تهجم عليه حتى لو طب ممكن يا عموره بعد اذنك نقولها تاني طبعا. سريعا السلطه ايه هي السلطه بنجر و... دي سلطه حمص بالبنجر والطحينه والفلفل الحراق بتسلقوا وتضربوا مع بعض سهله جدا وكله مسلوق وكله مضروب جاهزه يا عموره ممكن ادوق بعضيهم بس لا انا عايز اصورها الاول خليها بعد الحلقه ممكن تدوقي من ده ايه رايك ماشي البنجر ده عايز على فكره هو عايز ياخد الطبق ويجري بيه عاقبتها انا خدي بالك انا بعشق البنجر انا بحب البنجر قوي برضو ده. الله بصي بقى الله 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 ايه رايك في شكله عيني على الحلاوه والجمال كتير اللي مش عايز الزيتون كتير كده ممكن يقل بس انا ممكن اوزعه اهو انا بموت في زيت الزيتون حلو طعمها البنجر تحفه صحه وهنا على قلبي حلو قوي برده انه عامل فيه حاجه بس عشان لو انتوا عايزين تاكلوه كده قطع كده حاطط عليه خل ده الخل ده عشان ايه انت بتحب الخل على البنجر انا مش حاطط هنا بس هنا اعتقد في يمكن ده عشان هو ده معلب اوكي فده عشان كده في عشان ماده حفظ فالنهارده عملنا ايه انتوا اتبسطتوا بالاكل النهارده جدا هاكل واقول بس انا مبسوطه ده. بالشكل يعني الشكل خطير هبلع بس البنجر انا ايوه يا جماعه نختم بقى الحلقه استاذ خالد بصوا عشان ناكل عشان هو يصور عشان ناكل يعني بالظبط يلا اختموا انتوا الاثنين وانا بعد كده انا بجد كنت النهارده مبسوطه جدا 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 في حلقه النهارده والحماوات الفاتنات وحماتي ملاك ما اعتقدش نبقى بقى في خلاص الحماوات على فكره يا جماعه احنا ولا مع احنا ولا لا لا والله يعني احنا الكلمه الحلوه بس يا رب تكون حلقتنا النهارده عجبتكم ان شاء الله وانا كنت مبسوطه يا مروه معاكي وانا جدا النهارده يا عمرو كانت حلقه جامده جدا واستنونا في حلقه جديده وهو وهن النهارده عملنا ايه بقى اخر حاجه عملنا فتت الفراخ السوري الخطيره جدا وكمان عملنا بنجر يجنن سلطه حمص بالبنجر جربوا الوصفات دي وجربوا كل الوصفات اللي بنعملها فهو وهن واستنونا في حلقه جديده بكره باي باي